شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن والدول الإسلامية في هذه الأيام نحتفل بالمولد النبوي الشريف. أتمنى لكم مولد نبوي شريف لكل الحاضرين اليوم في هذه الورشة مع فريق التعليم يجمعنا من فلسطين. يسعدني أن أرحب بالجميع فردا فردا، كل باسمه ولقبه. وسنحضر اليوم على مع فريق التعليم يجمعنا حصة تدريبية لاستعمال تقنية، هي تقنية جميلة جدا، تقنية الكلاس بوينت. والمعروف بهذه التقنية وحضرت له سابقا هو الأستاذ أحمد عبد الله الحرس، أقدم له كل تحية. هذا الأستاذ الجليل الذي لديه سوف يتحفنا اليوم بهذه التطبيق الجميلة جدا، خاصة نحن لنا رجال التعليم. والأستاذ أحمد عبد الله هو الحرز هو من المملكة العربية السعودية، تخصصه رياضيات بمدرسة الملك فهد الثانوية. كذلك هو لديه أكثر من 15 سنة خدمة في التعليم العام، مصمم قوالب تعليمية باستخدام الباوربوينت، مدرب للعديد من البرامج التدريبية والتعليمية، عضو شرفي في مشروع معا لقمة التطوعي، مستشار تعليمي ومدرب معتمد لشركة كلاس بوينت، عضو مؤسس في مجموعة رقعة الرياضيات التعليمية رفعت الرياضيات التعليمية، عضو في الجمعية السعودية للعلوم الرياضية، كذلك عضو في مركز النشاط الاجتماعي بحي الملك فهد التابع للجنة التنمية الاجتماعية، وحاصل كذلك على دورات عديدة في التسويق الإلكتروني والتصميم والتدريب المدربين وأعداد الحقائب التدريبية. يعني اليوم نحن في ضيافة قمة من المعلمين، وما بالتشارك مع الأخت غادة اليوم في هذه الحصة التدريبية، وهي كذلك الأخت غادة صديقتي، هي معلم لغة إنجليزية بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بمصر، خبير مايكروسوفت لمدة 3 أعوام متتالية، مدرب معتمد من مايكروسوفت، سفير على عدة من المنصات التعليمية مثل منصة ويكلت وصوت الطلاب ومنصة ميراج للتطبيقات ميراج للتطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي. حاصلة كذلك الأخت غادة على جائزة الإبداع والابتكار الإلكتروني لعام 2019، حاصلة على جائزة أفضل معلم مبدع من مؤسسة إيدوكوس الدليل من دولة الهند، وممثل مصر في عدة مؤتمرات خارج قطر. إذا نحن اليوم مع الأخت لينا في هذه العشوية، يعني نحن في تونس، هي بين المساء والليل، سنحضر هذه المنصة مع الأخت لينا التي أهنئها بحصولها على لقب الجلوبال تيتشر أورد. ونتمنى لكم في هذه الحضرة أخواتي كلكم رجال ونساء التعليم أن تستفيدوا، وأنا متأكدة 100% من الاستفادة، خاصة لهذه التطبيقة المميزة. لك الكلمة أخت غادة. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. طبعاً باسمي لينا عادل خليفة، مؤسس ومنسق فريق التعليم يجمعنا، أرحب بجميع الحضور كلهم باسمه ولقبه، كما أرحب أو أخص بالذكر في الترحيب الأستاذ أحمد، طبعاً مسؤول هذه المنصة، وأيضاً أرحب بالأخت غادة المدربة وسفيرة الفريق لدينا التي ستحفنا اليوم بمعلومات رائعة عن هذه المنصة. الآن إذا حابب يا أستاذ أحمد تعمل مداخلة بسيطة كضيف شرف لدينا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة، وأتمنى نشوف الأستاذ غادة حسن كيف تعطينا حلقة في السماء هذا التطبيق أو الأداء الجميل جدا اللي فعلا. أستاذ أحمد، من هنالك صدى صوت في ال، لا أعرف من أين هذا الصدى. لا عندنا ممتاز الصوت، الصوت واضح الآن. تفضل أستاذ، تفضل، أهلا وسهلا طبعا فيك، تفضل. نعم،
ممكن لأن ممكن بعض المايكات مفتوحة أساس كذا يجي الصوت في صدى. تمام. الآن أستاذة غادة ضعيني منظم عشان أقدر أغلق المايك عند الناس اللي فاتحة. تفضل أستاذ. بالفعل حضرتك بالفعل بريزنتر. تمام. فما أضيف زيادة، ولكن إن شاء الله اليوم رايح مع الأستاذة غادة نشوف كيف رايح تبحر معانا في هذه الأداة، وكيف رايح تبين الأدوات تبع المحاور. وبما أنها هي معلمة لغة إنجليزية، أتصور أن أنا رايح أشوف اليوم أشياء أخرى، لأن أنا معلم رياضيات، فكنت أستخدم الأداة بشكل خلينا نقول تناسب مادتي. فاليوم أنا أتصور أن هي رايح تكون سحابة الكلمات والأسئلة المتعددة من الاختيارات، رايح تكون في بشكل يعني جدا جيد. مع هذا نقدم إن شاء الله اليوم حق الحاضرين، إن شاء الله إذا كان 2 إلى 3 أشخاص إن شاء الله رايح نقدم لهم اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر لتجربة الأداة هذه، طبعا بترتيب مع الأستاذة غادة. تفضل أستاذة. السلام عليكم، أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، ومشرفنا في الجلسة التدريبية اليوم. شرف كبير لينا أن حضرتك تكون موجود معنا، وإضافة كبيرة للتدريب النهاردة. أشكرك أستاذة لينا، أشكرك أستاذة وهيبة على التقديم الرائع، ونبدأ التدريب بإذن الله. طبعا يعني مش عايزة أقول إن مشاركاتكم النهاردة هتكون وضع تقييم، زي ما قال الأستاذ أحمد إن إحنا معنا مفاجآت، هيكون في أكواد تفعل البرنامج لمدة 3 أشهر، فإن شاء الله هتحصل على الإمكانيات كاملة للبرنامج، ولكن هذا بتفاعلكم إن شاء الله داخل التدريب. إن شاء الله يكون تدريب موفق وحضراتكم تستفيدوا معنا. أستاذة غادة، كأنه في مشكلة عندك بالمايك. في مشكلة، وين الأستاذة وهيبة؟ هنا؟ لا لا ما عندي مشكلة. كده الصوت كويس؟ يعني الصوت أستاذة غادة لم يصل بعد. لم يصل. السلايد وصل بالنسبة الباوربوينت وصل، لكن الصوت هنالك خشخشة. طيب كده سمعيني؟ الصوت بعيد أخت غادة. كده سمعيني؟ تمام. طيب تمام، أنا أحاول بس أقرب الميكروفون بحيث الصوت يبقى واضح للجميع. كده كويس؟ عال. تمام. طيب نبدأ مع بعض جلستنا التدريبية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن عملية إدارة الصف بتحتاج يعني بعض المهارات وبعض الخبرات منا كمعلمين، فأداة الكلاس بوينت من ضمن الأدوات الرائعة جدا اللي بيتم إدراجها داخل برنامج الباور بوينت، وبيساعد المعلم على إدارة الصف بشكل تفاعلي. إدارة الصف بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا بعرض الدرس بتاعي، بقدم المادة التعليمية، بأعطي للطلاب أسئلة وأتحصل منهم الإجابات، أعطي لهم تعزيز تغذية راجعة، أصحح لهم كافة الإجابات، أعمل ما بينهم مسابقات، كل شيء يخطر على بالك كمعلم يعني تريد أن تفعله داخل الصف بتاعك. أعتقد أن أداة الكلاس بوينت هتمنحك كل هذه الإمكانيات إن شاء الله. محاور الجلسة بتاعتنا إن شاء الله هما 4 محاور رئيسية. أولاً هنعرف مع بعض إيه هي أداة الكلاس بوينت، هنبدأ خطوة بخطوة إزاي يتم تحميل هذه الأداة وتثبيتها، وهنشوف مع بعض تطبيق عملي كيفية استخدام هذه الأداة في إدارة الصف، في إدارة الفصل. إن شاء الله هعرض على حضراتكم نماذج من الأسئلة، يعني ممكن إن هي تفيد عدد كبير من المواد الدراسية. فأنا يعني النهاردة مش متخصصة في مادة اللغة بما أني مدرسة لغة إنجليزية، ولكن هحاول أن أنا أعمل تطبيق عملي عام يشمل كل المواد، أو يعني تستفيد به حضرتك باختلاف المادة الدراسية اللي حضرتك بتدرسها. وإن شاء الله هنتلقى الأسئلة والاستفسارات، وزي ما قلت لحضراتكم طبعا جلستنا التدريبية النهاردة يعني هتكون جميلة ورائعة بمشاركتكم وتفاعلاتكم بإذن الله.
طبعا انا بقول من وجهة نظري ان اداة بلس بوينت هي اداة سحرية، يعني كل ما تفكر فيه، كل ما تريد ان تفعله داخل الصف تستطيع اداة الكلاس بوينت ان تعطيه لك بشكل سهل وسلس وجذاب. فالفكرة الاساسية من وراء استخدام هذه الاداة ان انت بتقوم بتحويل برنامج الباوربوينت من تحويله او يعني عرضه بشكل من الشكل التقليدي اللي هو عرض المادة العلمية سواء تكست او صور الى عرض تفاعلي. عرض تفاعلي يعني انا بدي للطلاب مهمة والطالب بيرد عليا، فده طبعا حاجات كتيرة جدا او نقطة مهمة جدا بنبحث عنها كمعلمين خاصة في مجال التعلم عن بعد او التعلم فيس تو فيس. فهي طبعا اداة جذابة اقدر ان انا استخدمها في الدروس التعليمية بتاعتي، واقدر كمان ان انا استخدمها في الجلسات التدريبية. طيب انا الحين بس عايزة هنا اوقف الشير عشان عايز اظهر الباوربوينت كامل من اسفل. شير مرة اخرى ثانية لحظات. تمام تمام وصل. تمام. طيب زي ما قلنا من ضمن مميزات أداة الكلاس بوينت إن هي بتعطيك إمكانية إن أنت تقوم بعملية أو بإعطاء حصة تفاعلية، دي أول نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. بتساعدني إن أنا أقوم بإجراء الاختبارات، وكلنا دايما كمعلمين بنحاول إن إحنا نجري اختبارات نقيم الطلاب سواء في بداية الحصة أو أثناء الحصة أو في نهاية الحصة، فدي نقطة مهمة كثير مننا بيبحث عنها. وكمان أقدر إن أنا أجمع ردودهم، أجمعها كما لو كنت أعطيت للطلاب أوراق عمل وعايزة أستردها منهم وأقوم بعملية التصحيح. أحفظ كل هذه البيانات عندي بشكل إلكتروني وأقوم ببعض العمليات التحليلية للمراجعة ولمعرفة مستوى تحصيل الطلاب. أهم حاجة في البرنامج هنا إن هو تحميل مجاني، يعني ما بيطلبش منك فلوس إلا لو هتقوم بترقية الحساب بتاعك لمستوى أعلى، وده هنشوفه مع بعض. البرنامج بيعمل مع أنظمة التشغيل ويندوز 7 8 أو 10، كمان بيعمل مع الأوفيس 2013 2016 2019 وأوفيس 365، فممكن أنت تحمله على أحد الأوفيس لو عندك أوفيس 365 أو أحد الأوفيس الموجود اللي هو 13 أو 16 أو 19، وطبعا معظمنا الآن بيستخدم أوفيس 365. طيب مع بعض كده خلينا نبدأ بالمشاركة. و يعني طبعا زي ما قلت لحضراتكم في البداية أن الجلسة التدريبية هتكون فعالة بمشاركتكم. فأنا لو مفعلة أداة الكلاس بوينت، أي باور بوينت أنا بقوم بتقديمه بيظهر عندي الكود. الكود ده زي ما حضراتكم شايفين هنا في أقصى اليمين، بمجرد الضغط عليه بيظهر لي بيانات أشكركم للدخول. طيب هطلب من حضراتكم دلوقتي على أي متصفح، على أي متصفح سواء من اللابتوب لو حضراتكم داخلين من الجهاز الشخصي بتاعكم أو من خلال الموبايل، تدخلوا على هذا الرابط classpoint.app. تمام، وهنتظر دخولكم في القاعة التدريبية. بمجرد الدخول على هذا الرابط هيفتح لك صفحة هتدخل فيها هذا الكود وتكتب اسمك. هذه طريقة للدخول على الحصة الافتراضية أو القاعة التدريبية أو الصف اللي حضرتك بتديره كمعلم. طيب كمان أقدر إن أنا أعمل سكان أو مسح لهذا الكود للدخول على القاعة التدريبية، هيظهر لك نفس الرابط وبعد كده بتبدأ تدخل الكود وبتكتب اسمك. أشكرك أستاذة أسماء، أستاذ ضياء أهلا بحضرتك منورنا النهاردة، أستاذة وهيبة، أستاذ أحمد عبد الله أهلا بحضرتك منورنا. تمام أشكركم. ياريت كل الموجودين معانا
يدخلوا معايا في الجلسة التدريبية. أنا في انتظار حضراتكم. طيب هذه الطريقة جميلة جدا، أنا كده بأخذ غياب وحضور الطلاب، أعرف مين دخل مين ما دخلش، مين موجود مين مش موجود. فأعتقد دي نقطة هامة جدا جدا مع بداية الحصة الدراسية بتاعتي، إن أنا بأخذ غياب الطلاب، فبهذه الطريقة بسهولة جدا أقدر أعرف مجموعة الطلاب اللي حضروا معايا في القاعة التدريبية أو الصف الدراسي. أهلا بحضراتكم، معنا 25 27 مشترك. أستاذة لو سمحت ممكن تقيم الموجود هون عشان نعرف نفوت على الرابط، مش عارفة أفوت. حضرتك معلش سؤال تاني؟ على الشاشة الرئيسية اللي أنت حاططيها الرابط تحتيها، فمشان أقدر أدخل لازم تقيمي أنت اللي حاططيه على الشاشة. معلش أنا مش قادرة أنا مش قادرة أفهم السؤال معلش. أوكي أستاذة غادة، اكتبي يا أخت بالنسبة للكود هو 57 من اليسار، 57 تسعة ثمانية ستة بالضبط. أشكرك أستاذة وهيبة. تمام. هذا الكود، يا ريت أستاذة وهيبة حضرتك تبعتي الكود في الشات، تبعت لهم هذا الرابط classpoint.app. أوكي. وبسهولة جدا بدخل من أي جهاز، بدخل من موبايل، بدخل من ديسكتوب بأي طريقة. تمام أشكركم. معنا الآن 37 38، يا ريت كلنا ندخل. طبعا وإحنا ماشيين كده أثناء التدريب إن شاء الله همكنكم من الأدوات كيف يمكن استخدام هذه الأداة بشكل فعال وجذاب داخل الصف. لو أنا عايزة أغير الكود بتاعي بسهولة جدا بضغط على New Class Code وبطلب من الطلاب إن هم يدخلوا مرة أخرى، ده في حالة لو أنا عايز أغير الكود. تمام أشكركم. مازال معنا ناس بتدخل. تمام بالتعاون يعني نور والأخ أحمد وضعوا الكود وكذلك وضعوا حتى الرابط. تمام أشكركم، شكر جزيلا. تمام. طيب أنا هعمل هنا تصغير للشاشة دي، لو أنا عايزة أظهر هذه الشاشة مرة أخرى وأعرف من هم داخل الصف الدراسي بتاعي فبضغط على الكود وبيظهر هنا عندي عدد الطلاب أو عدد المشاركين، فبضغطة واحدة فقط بيظهر عندي جميع المشاركين مرة أخرى في حالة لو أنا أغلقت هذه النافذة. تمام أشكر حضوركم. دلوقتي بنبدأ مع بعض، ويعني عايزة كده في البداية يعني أهنئكم بالمولد النبوي الشريف كبداية للمشاركة، فبطلب من حضراتكم الآن طالما أنتوا معايا في القاعة التدريبية، أنا دلوقتي على سبيل المثال عايزة أبدأ المحاضرة بتاعتي أو الحصة بتاعتي بشكل جذاب، فبطلب من الطلاب أو أنا وزعت على الطلاب دلوقتي ورقة عمل فيها مادة معينة وبطلب منهم إن هم يقيموا بأداة معينة، يلونوا يكتبوا لو أنا أديتهم مسألة، لو أنا أديتهم خريطة وكذا. ولكن أنا النهاردة هستخدم أحد الأسئلة التفاعلية اللي هي السلايد دروينج، إن هو يقدر يرسم على الشريحة بطريقة تفيدنا، بطريقة يعني أريد بها أن أهنئكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. فأنا كمعلم هضغط هنا على سلايد دروينج وبتظهر عندكم، أنا دلوقتي هقوم بتصغير الشاشة لأريكم كيف يمكن ظهور ذلك على شاشة الموبايل، سأشارككم برضو بالحضور. لحظات ،
عايزة أوريكو إيه اللي بيظهر للطالب. ثواني طيب، أعتقد إن في مشكلة هنا، ثواني. طيب أنا برجع للدرس لحظات وبضغط هنا وهبدأ معاكو وهضغط. تتغاضى الصوت. ما في صوت. تتغاضى. ننتظر قليلا، يمكن هنالك مشكلات عند الأستاذة غادة. أستاذ أحمد. نعم، تفضلي. الله يعطيك العافية. إيه، أنا بعثت لك طلب صداقة، أتمنى تقبله عشان نتفق على الشهادات الآن. إيه غير هيك، إذا عمل ما تفوت أستاذ غادة ممكن تعرفهم أكتر على المنصة وإيش ممكن يستفيدوا لحين ما تفوت غادة. إن شاء الله أبشري. طبعا بالنسبة حق رابط الحضور، فقط من خلال أرسلت حق الأستاذة غادة ترسلون له، بحيث أن الموجودين المشاركين يختارون الـ الـ أن الدورة كانت من قبل المملكة العربية السعودية، أو أن في نهاية، خلينا نقول في نهاية الدورة رايح أشرح طريقة التسجيل. أستاذ محمد رد علي خاص. أي عفو. تمام، على الفيس. تمام أستاذة غادة، رجعتي؟ رجعت. رجعت الحمد لله. أسفة، النت معلش عمل عطلة عندي. نعم، المشكلة. الله يعطيك العافية حبيبتي، أكملي. تمام. طيب معلش أنا أسفة جدا، هو النت فصل مني، ثواني بقى أتأكد إذا كان في تسجيل أم لا. معلش لو في حد فاتح الكاميرا يا ريت يقفله. طيب تمام، التسجيل ما زال شغال. التسجيل ماشي أستاذة غادة. تمام، ما في مشكلة. تمام معلش. طيب معلش بطلب منكم الدخول مرة أخرى لأن النت فصل معايا ففصلني عن الجلسة تماما. تمام، أشكركم. طيب بنبدأ مع بعض. أنا أريد بس في البداية أهنئكم بالمولد النبوي الشريف، فبالضغط على كلمة slide drawing، هذا نوع من أنواع الأسئلة التفاعلية slide drawing. فلو المعلم قام بتوزيع ورقة عمل، تسمعوني جيدا؟ تمام. فأنا دلوقتي هقوم بتوزيع ورقة عمل ما، سواء في مادة الرياضيات، في مادة اللغة الإنجليزية، في مادة الجغرافيا، وبطلب من الطلاب إن هم يحلوا هذه المادة. فالمطلوب إن هو يمسك قلم ويكتب، أو يمسك قلم ويرسم أو يلون. فأنا هضغط هنا على slide drawing، وأبدأ أتلقى منكم الإجابات. زي ما حضراتكم شايفين هنا في البداية بيوضح لي نوعية السؤال، هو slide drawing، هو أحد الأسئلة التفاعلية اللي هنتكلم عنها النهاردة، ولكن إحنا بنبدأ جلستنا يعني بشكل جذاب. معكم هنا 5 دقائق لحين ما تبدأوا تلونوا لي الصورة، ويعني نهنئ بعض جميعا بالمولد النبوي الشريف. هنا لو أنا عايزة أشوف الاستجابات الخاصة بالمشاركين بضغط هنا على responses. أشكرك أستاذة دعاء سيد أحمد، ياريت نلون، ياريت نكتب أي شيء بحيث يظهر التفاعل. أستاذة حنان أشكرك. فأنا هنا
بيظهر عندي المؤقت، بيظهر عندي كم شخص قام بحل ورقة العمل. أشكرك أستاذ طارق. هنا لو أنا عايز أخفي هذه الإجابات فبضغط على علامة العين بتظهر أو بتختفي الإجابات. وهنا طبعا الموسيقى، طبعا بتبقى موسيقى كده جميلة مصاحبة للطلاب أثناء حل الورقة العملية. أستطيع أن أغلقها أو يعني أفتحها، فلكن أنا هتركها لحضراتكم. تمام، أشكركم. صار معنا 17 مشارك حل. كل عام وأنتم بخير. تمام، أستاذة وفاء، أستاذة أميرة، أستاذة فدوى، أستاذة مايوة، أستاذة عفاف أبو سكران، أهلا بحضرتك. أستاذة إيمان، تمام، ممتاز، رائع. تمام، صار معنا 24. تمام، ممتاز، رائع، رائع، جميل. طيب الآن سأغلق الموسيقى. صار عندي هنا 29 مشارك أو 29 حاضر قام بحل الورقة أو ورقة العمل اللي أنا أعطيتها لحضراتكم. مازال المؤقت هنا بيعد عليكم، فأنا بقول هنا مازال معانا دقيقتان، دقيقة، وأبدأ إن أنا أحفز الطالب على إن هو يبدأ ينهي المهمة اللي أنا أعطيتها له. لو أنا ضغطت على Close Submission كده أنا أنهيت إن الطالب يقدر إن هو يسلم المهمة بتاعته. زي ما حضراتكم شايفين هنا أنا ممكن أقدر أعمل لايك ما شاء الله الأستاذ نور الدين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشكرك. بشوف هنا طبعاً وببدأ أعمل تعزيز للإجابات الصحيحة وأعمل لايك على الإجابات اللي أنا شايف إن هي مميزة أو جميلة، فهذا نوع برضو من التعزيز أو التغذية الراجعة. ويستطيع الطلاب، جميع الطلاب الموجودين معايا في الصف، إن هم يشوفوا إن إجاباتهم يعني حادت على إجاب المعلم وإجابات صحيحة وسليمة. لو أنا تلقيت أي إجابة غير لائقة بيديني الإمكانية هنا إن أنا طبعا أحذف الإجابة. فأنا على سبيل المثال أنا طبعا مش عايزة أحذف أي إجابة لأن إجاباتكم كلها عديدة عليا وجميلة، كل عام وأنتم بخير. تمام، في حين لو أنا ضغطت على Close Submission هنا بيقول لي Show Liked Answers Only، يعني وضح لي أو ميز لي الإجابات اللي المعلم يعني قام بإعطاء لايك لها. فأنا كده ممكن أن أقول إن دي أفضل الإجابات، هذه أفضل الحلول اللي تم إرسالها للمعلم. فهذا نوع من التعزيز، هذا نوع من التغذية الراجعة للطلاب بشكل سهل وسريع بدون أي مجهود من المعلم. طيب لو أنا عجباني يعني مثلا هذه الصورة ببدأ إن أنا أقدر أعمل لها تحميل أو تنزيل. لو أنا ضغطت عليها هنا كده هتظهر عندي في الباوربوينت بتاعي أو العرض الدراسي بتاعي. طيب في حين لو أنا كمعلم مش عايز أصحح الواجبات دلوقتي، مش عايز أصحح أوراق العمل، فببدأ إن أنا أجمعها من الطلاب إلى أن يعني أتمكن من أن أنا أصححها. فبضغط هنا على Save for Review، يعني ان انا بحفظ كل هذه الاوراق بلمها بعمل لها كوليكشن كده لحين ما تم مراجعتها. فلو انا ضغطت على Save for Review بيتم حفظ كل الاجابات. طب اعرف منين الاجابات تم حفظها؟ لما يصبح هذا الزر اللي هو كان في البدايه سلايد دروينج كان لونه ازرق، اصبح هنا عندي لونه اخضر، معنى كده ان عندي هنا محمل بالاجابات. فانا لو ضغطت على View Responses بهذا الشكل هيظهر لي الاجابات في اي وقت، وأستطيع كمعلم تصحيح الإجابات مرة أخرى. مازال عندنا ناس بتبعت إجابات، أشكركم على التفاعل الرائع ده. لو أنا عايز أعيد السؤال نفسه، عايز أطلب من الطلبة أن هم يعيدوا الإجابة، فبضغط على ريستارت، فأنا ببدأ الدرس أو ببدأ السؤال مرة أخرى. لو أنا حابب أن أنا أنزل شريحة معينة مثلا، وليكن أنا هاخد الشريحة اللي هي مثلا دي، ناخد الشريحة اللي هي بتاعت الأستاذة سناء، فأنا هعملها هنا داونلود. بمجرد الضغط على داونلود شايفين إيه اللي حصل؟ شايفين إيه اللي حصل؟ نزلت لي هنا على الباوربوينت أو العرض الدراسي بتاعي. تمام، وكاتب لي هنا Image Uploaded by سناء، معرفش إيه الاسم إيه. تمام،
تمام. واستطيع كمان ان انا عن طريق الاقلام، وهنشوف ازاي اقدر ان انا استخدم الاقلام، اعطيها تشجيع، اعطيها نجمه، اعطيها درجه وهكذا. طيب خلوني، طيب تمام، انا عايز بس اظهر الشريط اللي هو اسفل. لحظات معلش. نوران بن عبد الله بن موسى. نوران بن موسى. نوران نوران بن موسى. تمام تمام. هذه إجابة الأستاذة سناء. معلش الصوت لو سمحتوا. نقل المايك حبيبتي وهيبة، ممكن تغلق من عندك. أستاذة نيمة وهيبة من عندك اغلقي مايك أي حدا فاتح. خلاص أوكي. غير طبعا أنا أغلقت خلاص. تمام تمام. فأنا عجبتني هذه الإجابة، شايفة أن هي رائعة مميزة. أبدأ أن أنا أعطي للطالب هنا تعزيز إيجابي. لحظة بس عايزة شريط الأدوات ده يظهر. ثواني. طيب انا بقفل الشير وبفتحه تاني معلش. ثواني. تمام. فأنا دلوقتي هذه الإجابة عجبتني، فأنا عايزة أدي تعزيز للطالبة أستاذة سناء، أقول لها أشكرك مثلا وهكذا، فأقدر أستخدم الأقلام بهذا الشكل. طيب خلينا ننتقل لأداة أخرى. حضراتكم سمعيني كويس أستاذة غادة؟ نعم نعم واصلي. تمام 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 تمام. طيب معك. خليني أطرح معاكم أنا معاك للآخر، إذا فما أي حاجة تمام. سوف أنبهه. تمام. معلش أسف على النت عمال بيقطع. معلش معذرة. طيب خليني أطرح معاكم سؤال كده، ويعني أطلب منكم تبدأوا تجاوبوني عليه. أيهما يسهل على المعلم في إدارة الصف، أو يسهل على المعلم إدارة الصف، إن هو يتفاعل مع الطلاب أم إن هو يعد مادة جاذبة للطلاب؟ أطلب منكم الإجابة، فبالضغط على زر السؤال هيبدأ السؤال في التفاعل، وأنتظر منكم الإجابات. تمام. تمام تمام أشكركم. كده حوالي 27 أجاب على السؤال. طبعا هذه هي الإجابة الصحيحة. تمام. أعتقد أن أنتوا نفس التفكير. طبعا لما تبقى الحصة فيها تفاعل بتكون أفضل بالنسبة لنا. طيب باقي معنا المؤقت هنا بيقول لنا أن باقي معنا دقيقة وعشر ثواني. معنا 40 طالب أو 40 متدرب أجاب عن السؤال بتاعنا، أيهما يسهل على المعلم إدارة الصف. تمام.
وطبعا من هنا اقدر ان انا افتح او اغلق الموسيقى close responses او ان انا اظهر الاجابات. تمام تمام بعد في ناس لسه بتجيب. تمام تمام انا هضغط هنا على close submission، هيقول لي طبعا ان هذه هي الإجابة الصحيحة، وطبعا هذه هي الإجابة الصحيحة. تمام وطبعا انا اضغط هنا على show correct answer عشان يظهر لي ان ما اي منهم هم الإجابة الصحيحة، سواء A او B او الاختيار الاول او الاختيار الثاني. وطبعا برضو بنفس الطريقة بضغط على save for review. طيب تمام اشكركم على التفاعل. معا بقى دلوقتي نبدأ جلستنا التدريبية. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا يعني معانا بعض المفاجآت والمكافآت بنهاية الجلسة، فان شاء الله يكون تفاعلكم قوي. وبطلب من حضراتكم دلوقتي من البداية لحد النهاية انك تحضر ورقة وقلم وتبدأ بتسجيل او رسم كل ما يعني تتحصل عليه من وراء الجلسة التدريبية او تستوعبه من خلال الجلسة التدريبية، لان انا هطلب منكم في النهاية ان انتوا ترسموا لي مخطط، وافضل مخطط هو اللي هيحصل على الاكواد اللي الاستاذ احمد بيتكلم عنها. فيعني بنبدا كده بالتخطيط ونضع افكارنا على ورقه معا خطوه بخطوه. تمام طيب دلوقتي هنروح مع بعض ونشوف ازاي بقى ابدا خطوه بخطوه ان انا استاذه غاده. بالنسبة نعم. للإخوة اللي تدخلوا حول يعني كيفية التنزيل وسوف يرون هذا الآن. تمام هذه أول خطوة بالنسبة لنا عشان أتعامل مع أداة الكلاس بوينت، أبدأ بقى أعمل تحميل وتثبيت لهذه الأداة. وقلنا قبل كده أن هي أداة مدرجة داخل برنامج الباور بوينت، هي ليست برنامج منفصل ولكن هي أداة بتضاف على الباور بوينت لنعطيه جاذبية و سحر أكثر يعني أو سهولة في التعامل أكثر. فعشان نقوم بتثبيت هذه الأداة بنمر بثلاث خطوات. أولا تحميل هذه الأداة أو تنزيل هذه الأداة، بعملها داونلود، بعملها تثبيت على الجهاز بتاعي، وببدأ أعمل ساين أب أو تسجيل دخول باسمي الشخصي أو بالإيميل الشخصي بتاعي. طيب في البداية خالص بكتب على أي متصفح داونلود كلاس بوينت، أعتقد أن حضراتكم يعني جربتوا عملية التحميل، فبختار هذا الرابط class point interactive class quiz in powerpoint. بيظهر لي هذا الموقع بهذه الطريقة، بضغط هنا على download أو free download من هنا. تمام سواء من هنا أو من هنا، كلاهما بيؤدوا إلى نفس المكان أو إلى نفس النتيجة. بعد كده بيطلب مني إن أنا أدخل اسمي الأول، طبعا الاسم بالكامل، يعني ممكن تكتب اسمك، الايميل، المنظمه بتاعتك، اسم المدرسه، وبعد كده بضغط على كلمه داونلود. يبقى انا هنا رحت على المتصفح كتبت داونلود كلاس بوينت فور فري وضغطت على كلمه داونلود. بعد كده هضغط على هكتب بقى بياناتي، الاسم، الايميل، اسم المنظمه وهكذا. طيب بعد ما بكون حملت الأداة، وطبعا بحدد تحملها في اي مكان سواء على الديسكتوب او المكان اللي انت تحب ان انت تحفظها فيه، بضغط عليها دبل كليك وابدا عمليه التحميل بسهوله جدا. هضغط على انستول وبعد كده بضغط على نيكست، ببدا امشي في خطوات التثبيت. وبعد كده بيديني رساله ان عمليه التثبيت اصبحت كامله، فبضغط على فينش. بعد كده بيديني كده يعني دقيقه واحده لكي يقوم بتحميل النسخه عندي على جهازي الشخصي. بعد كده بيديني رساله بيقول لي افتح الباوربوينت. طب احيانا بتجيلنا رساله كده لو انا مثلا فاتحه باوربوينت على الجهاز بتاعي وانا بعمل تحميل، هيطلب مني ان انا اغلق الباوربوينت قبل عمليه التحميل، فانا لازم اقفل برنامج الباوربوينت خالص وانا بعمل تحميل او تثبيت للاداه دي. بعد كده بفتح الباوربوينت بتاعي بهذه الطريقه، بيظهر عندي بقى في شريط الادوات زي ما حضراتكم شايفين هنا يعني تابه جديده اسمها كلاس بوينت بهذه الطريقه، ف بضغط عليها. تمام ست غادة نعم لو أيوة. ننتظر قليلا، هنالك من بسدد يعني تنزيل التطبيق يطلب منا التريث. شكرا.
تمام، ممكن أستاذ أحمد يساعدنا في، أو أستاذة وهيبة تساعدينا في إرسال الرابط الخاص بالتحميل، حضرتك ممكن تبعتيه على الشات. تمام تمام معك. طيب أنا بعمل ريشير مرة أخرى، أنا عايزة الشريط اللي تحت ده يظهر. تمام طيب يمكن المواصلة. تمام، بعد كده الخطوة الثانية ببدأ أضغط على كلمة sign in تسجيل دخول. لما بضغط على sign in تسجيل دخول بيطلب مني هنا إن أنا أكتب الإيميل بتاعي والباسورد بتاعي، ويفضل هنا بقى إن أنا أكتب إيميل وزاري أو إيميل رسمي، لو مثلا إيميل الأوفيس 365 اللي حضرتك بتستخدمه. لحظة، تمام، فأنا بضغط هنا على كلمة sign in. بمجرد الضغط على كلمة sign in بيظهر لي هذه النافذة اللي بتطلب مني إن أنا أكتب بياناتي، الاسم الأول، الاسم الأخير، المنظمة، السيكتور يعني عمر المتعلمين اللي أنا بدرس لهم، الدولة. طبعا قبل الجزئية دي ببدأ إن أنا أعمل هنا sign up للكلاس بوينت، فبكتب هنا الإيميل بتاعي والباسورد بتاعتي وأضغط على next. بتظهر لي هذه النافذة بكتب فيها بياناتي اللي هي الاسم الأول، الاسم الأخير، اسم المؤسسة أو المنظمة التابع ليها، السيكتور يعني الستودنت ايج اللي هو عمر المتعلمين، الدولة، وبضغط بعد كده على نيكست. كلها بيانات سهلة تبدأ إن أنت تمشي معاها خطوة بخطوة. تمام، بعد كده بتضغط هنا على ساين إن تسجيل الدخول. بعد كده بيبعت لك verification code أو كود كده للتثبيت، بيبعته لك طبعا على الإيميل اللي انت كتبته. بمجرد ما بتكتب الكود بيتم تفعيل أداة الكلاس بوينت أو شريط الكلاس بوينت بكل أدواته، وبعد ما بتتم عملية التفعيل تماما بيظهر لك هذه النافذة اللي تطلب منك ان انت مثلا تتفرج على أحد الدروس عشان تبدأ كده بداية مع كيفية استخدام الكلاس بوينت. تمام، هذه هي الرسالة اللي بتظهر ليك وبيتبعت لك فيها كود التفعيل، تبدأ إن أنت تكتبها وبتعمل ساين إن أو تسجيل دخول. بعد كده بيظهر لك هذه النافذة اللي بتقول لك ويلكم تو كلاس بوينت، تقدر إن أنت تشاهد فيديوهات بتشرح ليك كل شيء عن أداة الكلاس بوينت. هذه كيفية تحميل أداة الكلاس بوينت خطوة بخطوة. هل فيها أي مشكلة؟ لا أستاذ، تمام. طيب بعد ما بتكون عملت كل هذه الخطوات، حملت، عملت تثبيت، وعملت ساين أب، بتظهر لك بهذا الشكل. عملت كده هنا ساين إن فظهر اسمي، اسمي ده اللي هو اللي أنا سجلت بيه، ويفضل طبعا يكون إيميل رسمي، ممكن كلنا نستخدم إيميل أوفيس 365. تظهر لك شريط كل الأدوات الخاص بالكلاس بوينت، وفي مجموعة من الأدوات زي ما حضراتكم شايفين. طيب لو أنا عايز أرقي حسابي بقى، وده اللي إحنا يعني إيه بنتكلم عنه. أولا لما بتحمل الأداة لأول مرة بتكون أداة مجانية، يعني ما بتكونش عندك كل الإمكانيات الخاصة بالأداة، يعني ممكن الفصل بتاعك بيكون فيه 25 مشترك بس، تقدر إن أنت تحط عدد لخمس أسئلة تفاعلية فقط في عرض الباوربوينت الخاص بتاعك. فدي النقطتين اللي تقدر إن أنت تحصل عليهم لو حسابك مجاني. يبقى لو حسابك مجاني تقدر إن أنت تدخل لحد عدد 25 مشترك، 25 طالب في القاعة التدريبية أو في الصف بتاعك، وإن أنت تحط العدد خمس أسئلة فقط في العرض الباوربوينت. لكن لو أنت عايز ترقي حسابك ومعاك كود تقدر إن أنت ترقيه لمدة 3 أشهر. فلو أنا ضغطت هنا على Upgrade to Pro أشوف كده إيه هي المميزات اللي بيحصل عليها البرو أو اللي حسابه مرقى على الكلاس بوينت. طبعا بيكون لك عدد unlimited، عدد غير محدود من الأسئلة تقدر تحطهم في الباوربوينت. تقدر انت تدخل حوالي 200 مشترك داخل الكلاس، فده حجم الكلاس بتاعك.
الكويز كومبيتيشن، والكويز كومبيتيشن دي موجودة برضو في الـ في الفري اكاونت او في الحساب المجاني. الكويز كومبيتيشن اللي هي انت بتعمل ايه زي منافسات او ليدر بورد زي ما احنا بنقول. السلايد انوتيشن اللي هو الكتابة وهنشوفها مع بعض. الديجيتال وايت بورد يعني بيكون لك عدد من السبورات تقدر ان انت تتعامل معاهم، تقدر ان انت تعمل اكسبورت للليدر بورد، تصدر لوحة الفائزين على شكل اكسل، وطبعا بتتلقى دعم من الشركة نفسها. فده لو انت عندك حساب مرقم. كل هذه هي المميزات اللي بيحصل عليها البرو. طيب خلينا بقى مع بعض نبدأ كده مع بعض، وزي ما قلت لحضراتكم بذكركم مرة أخرى، عايزين كده مع بعض يعني نبدأ نخطط ونشوف إيه اللي احنا بنستفيده أو إيه اللي احنا بنحصله خطوة بخطوة أثناء التدريب. طيب دلوقتي أنا هبدأ أجهز للدرس بتاعي، فطبعا احنا بنستخدم السبورات. طيب أنا هعد إيه في السبورات؟ هعد الأقلام، هجهز السبورات بتاعتي. أنا عايز السبورة بتاعتي بيضة ولا سودة ولا مخططة، ولا السبورة يكون عليها إيه، وهكذا. وأبدأ إن أنا أحمل الصور المطلوبة الخاصة بالدرس. شايفين حضراتكو الانوتيشن سيتنج. الانوتيشن سيتنج اللي هي ان انا اقدر اكتب على الشريحة، فعندي هنا مجموعة من الاقلام اقدر ان انا اغير الالوان بتاعتها، يعني اخلي اللون الاول احمر، اخليه ازرق، ودي طبعا وفقا لفكرك انت، اقدر ان انا اخليه اصفر وهكذا، ودي طبعا حاجة ترجع لي كمعلم. اقدر ان انا استخدم مثلا عدد قلمين او ثلاثة، واقدر ان انا اخفي القلم او اظهره زي ما حضراتكم شايفين هنا، hide this pen او show this pen. طيب بالنسبة للوايت بورد بقى، بالنسبة للوايت بورد، وليكن انا معلم وعايزة اجهز السبورات بتاعتي. طيب خلينا نقف عند الحتة دي ونركز مع بعض. انا دلوقتي مع بداية الدرس او المخطط بتاعي، انا ببقى حاطة كده بلان للدرس بتاعي، هبدأ بايه؟ انا عايز سبورة اكتب عليها. طب السبورة هيبقى شكلها ايه؟ هل سبورة بيضاء؟ هل سبورة بلاك بورد زي السبورات بتاعتنا بتاعت زمان؟ هل هي سبورة مخططة؟ هل ممكن ان انا اخطط السبورة او احط خلفية صورة معينة بحيث ان انا اعطي اشارات او اكتب او كذا؟ كل ده ممكن هنا. يعني مثلا انا عندي هنا دول الثلاث سبورات الاساسية، وبيديني ثلاث سبورات تانيين اقدر ان انا اعمل لها كاستمايزيشن او تعديل او تغيير. وليكن انا عايزة هنا في السبورة دي احمل صورة، انا مدرس علوم مثلا، وعايز أوري للطلبة عندي مثلا الجهاز الهضمي، فأنا هحط الصورة دي على السبورة وأبدأ أن أنا أكتب وأعطي أسهم وإشارات وأسمي الجزء ده اسمه إيه، العضو ده اسمه إيه، وظيفته إيه، كأني بشرح بالضبط على السبورة. طيب أنا مدرس موسيقى مثلا، طب أعمل الكلام ده إزاي؟ فبضغط هنا على الثري إليبسز أو النقاط دي، وبقول له هنا use an image، وطبعا بكون محدد إيه هي الصور اللي أنا عايز أستخدمها أثناء الدرس. وليكن مثلا أنا هنا هختار الخريطة، هنا عايز أشرح خريطة مصر، فبحطها على السبورة بتاعتي. طيب عايز السبورة الأخيرة يبقى شكلها إيه، فبقول له هنا use an image، عايز أخليها مثلا وليكن grid، أنا معلم رياضيات وهبدأ إن أنا أرسم على الجريد، وأقدر إن أنا أسمي السبورات دي. يعني بصوا شايفين untitled أنا أسميها هنا map خريطة، أقدر إن أنا أسميها هنا ساينس، تمام، وهنا اسميها ماث، تمام. يبقى انا حددت هنا اشكال السبورات اللي انا اقدر استخدمها. طيب تعالوا نشوف بقى في العرض هعمل الكلام ده ازاي، تمام. فانا دلوقتي هعمل سلايد شو، تمام، اوكي. طيب معلش انا هعمل ريشير مرة اخرى لان الشريط اللي تحت ده خافي حاجات كتير. تمام دلوقتي انا في العرض بتاعي وعايزة اظهر سبورة، هجيب السبورات دي منين؟ شايفين الشريط اللي تحت ده في عندي هنا وايت بورد، يعني هضغط هنا هلاقي كل السبورات اللي انا قمت باعدادها مسبقا موجودة عندي. فلو انا عايز سبورة بيضة اقدر ان انا افتح سبورة بيضة واخد الاقلام اللي انا حددتها واكتب اي كلمة او اكتب اي شيء
أنا عايزه. طبعاً لو أنا على يعني شاشة تاتش بتسهل لي كتير. طيب إيه كمان أقدر إن أنا أعمله؟ وليكن مثلاً أنا أختار السبورة اللي موجود عليها الصورة دي، شايفين الأقلام أنا أقدر أستخدمها مع السبورة بهذا الشكل، تمام؟ وأقدر أستخدم طبعاً الليزر بوينت لو أنا عايز أشير على أي جزئية في الجهاز اللي أنا بشرحه. وليكن مثلاً أنا هختار وأقول مثلاً إن دي المعدة مثلاً، وهكتب بالشكل ده وأبدأ أطرح أسئلة على الطلاب ما هي وظيفة المعدة، وأبدأ إن أنا إيه أشرح الدرس بتاعي بهذا الشكل. مثلاً أنا هاخد قلم تاني بلون تاني وأبدأ أقول إن هذه هي الأمعاء وهكذا. فطيب أنا عايزة أغير بقى، أنا دلوقتي مش مدرس علوم، أنا مدرس جغرافيا، ظهرت لي خريطة مصر، أبدأ إن أنا برضو أستخدم الأدوات بتاعتي أهي ظهر عندي. ممكن أخد القلم الليزر، ممكن أخد المؤشر زي ما أنا عايز، أخد الأقلام اللي أنا عايزها. لو أنا كتبت شيء مثلا على سبيل المثال حطيت خط وعايز أتراجع عنه، عندي هنا الممحاة أقدر إن أنا أمحي بيها أي شيء، تمام؟ طبعا من الشريط اللي موجود عندنا تحت ده في أدوات كتيرة زي ما حضراتكم شايفين، اللي هي الأقلام اللي هي الأنوتيشن سيتنج أو أدوات الكتابة، فيها الممحاة، فيها الوايت بورد، وفيها البول أو الكويك بول اللي هو الاستبيان السريع، وهنشوفها مع بعض. فيها إن أنا أقدر أعمل أداة زي إن أنا بختار مثلا اسم معين، طالب معين حابب إن هو يجيب على سؤال معين. فيها كمان إن أنا أنتقل ما بين شريحة وما بين أخرى. فيها كمان علامة العين دي اللي أنا أقدر بيها أخفي هذا الشريط أو أظهره، تمام؟ طيب خلينا نشوف مثلا السبورة التانية. أنا هضغط هنا على السبورة دي مثلا اللي هي الماث أو الجريد، وأبدأ أستخدم وأرسم مثلا صورة معينة. طبعا لو أنا شاشتي تاتش ومعايا مسطرة فطبعا الرسم هيكون أوضح وأفضل يعني. فطبعا أقدر أستخدم هذه الأداة بإيه بشكل أو بآخر باختلاف المادة اللي أنا بدرسها. طيب أستاذة غادة من فضلك، ذلك من يقول أنه الصوت غير مسموع، الصوت مسموع جدا جيد جدا، من لديه مشكل يمكن أن يخرج ويعيد لأن صوت الأخت غادة واصل ومميز. شكرا. تمام أشكرك. طبعا برضو من ضمن المميزات الموجودة على شريط الأدوات اللي هو موجود أسفل، وده بيظهر معايا في كل شريحة، إن أنا أقدر إن أنا أظهر الكلاس ديتيلز. لو في طالب متأخر وعايزاه يدخل على الحصة فأنا أقدر أضغط على الأداة دي، على العلامة دي اللي هي علامة الكلاس بوينت، وأقول له اتفضل ادخل، امسح الكود، استخدم اللينك وخش بالكود وهكذا. فدي برضو من ضمن الأدوات اللي أنا أقدر أستخدمها. طبعا ده الجريد فيو اللي بيظهر لي كل الشرايح الموجودة عني لو أنا معلم وعايز أتنقل ما بين شريحة وأخرى بشكل سريع، فأقدر إن أنا أستخدم الجريد فيو ده، تمام، وأنتقل ما بين شريحة وأخرى. طيب ده بالنسبة للجزء الخاص بالانوتيشن سيتنج. يبقى احنا اتكلمنا عن الجزء الاول من شريط الادوات اللي هو اللي بيظهر فيه اسمي بعد ما بعمل تسجيل دخول، ولو انا عايز ارقي الحساب بتاعي، ولو انا عايز اعمل اعداد مسبق للسبورات بتاعتي، وعايز اعمل اعداد مسبق للادوات للاقلام اللي انا هستخدمها. طيب بالنسبة لي بقى الشغل الاساسي داخل اداة الكلاس بوينت هي 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 الجزئية دي اللي هي الاسئلة التفاعلية. دلوقتي احنا هنتكلم خطوة بخطوة عن هذه الأسئلة، ويمكن احنا في بداية التدريب استخدمنا نوعين من الأسئلة اللي هو كان السلايد دروينج لما احنا قلنا تهنئة بمولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، وطلبت من حضراتكم ان انتوا تختاروا ايهما تكون افضل ليك في إدارة الصف، حصة تفاعلية ام حصة بعرض الباوربوينت فقط. فاحنا ان شاء الله هنتطرق ل الخمس أنواع من الأسئلة. عندي طبعا المالتيبل تشويس، عندي سحابة الكلمات، وطبعا أداة الكلاس بوينت هنا بتوفر لي يعني أنا مش محتاج إن أنا أخرج بره وأستخدم مثلا موقع بيصمم لي أسئلة، لا كل حاجة أنا عايزها موجودة داخل أداة الكلاس بوينت، كل شيء داخل الباوربوينت، معايا السبورات، معايا الأقلام، معايا الأسئلة التفاعلية اللي أتفاعل من خلالها مع طلابي، فده شيء جميل جدا. طيب تعالوا نبدأ مع بعض بقى. أول شيء إزاي أبدأ إن أنا أصمم الأسئلة التفاعلية داخل الصف. طيب أنا هعمل هنا سكيب، تمام.
لما بعمل سكيب او بخرج من العرض بتاعي بيديني رساله كده بيقول لي ايه، هل انت عايز تحتفظ بالكتابات اللي انت كتبتها على الشرائح؟ لو انا عايز احتفظ بقول كيب، لو انا مش عايز احتفظ بقول ديسكارد، لا ارفض او مش عايز الكلام ده يكون موجود على الشرائح بتاعتي. طيب دلوقتي انا عايز اصمم بقى اول نوع من الاسئله، تمام، واشوف انا دلوقتي عندي شريحه وحطيت عليها سؤال، انا عايز الطالب هنا يختار الاجابه الصحيحه. السؤال بيقول هنا ما هي ادوات مايكروسوفت التي يوجد بها القارئ الذكي او القارئ الشامل؟ طيب انا عايزه دلوقتي احط سؤال مالتيبل تشويس، اختيار من متعدد، فانا هضغط هنا على مالتيبل تشويس، تمام، بتظهر عندي هذا الزر واقدر ان انا اعمله تصغير وتكبير والكلام ده كله، تمام. طيب انا عندي هنا كم اوبشن، كم اختيار؟ 3، فانا بحدد هنا ان عدد الاختيارات 3 بالنسبه لي. بيقول لي هنا allow selecting multiple choice، يعني ايه؟ يعني هل السؤال هنا يتطلب اختيار اكتر من اختيار، ولا هو اختيار واحد فقط صحيح؟ طيب هنا طبعا يعني انا شايفه ان احنا عايزين اكتر من اجابه، فانا بقول له allow selecting multiple choice، يعني اختيار من متعدد، يعني هيختار اكتر من اجابه صحيحه. طب ايه هي الاجابات بقى؟ انا هنا بعمل كده زي ما بعمل في مايكروسوفت فورمز، بحدد ايه هي الاجابات الصحيحه عشان الطالب لما اديله فيدباك او يعمل سبميت الاجابه تظهر له الاجابه الصحيحه. فانا هقول له هنا ان الاجابه الصحيحه، طبعا هنا انا بعمل اعداد مسبق كمعلم، فالاجابه الصحيحه هي A و B، الاختيار الاول والاختيار الثاني. طيب هل انا عايز اعمل كومبيتيشن، هل انا عايز اعمل منافسه بين الطلاب واشوف مين اللي اجاب على السؤال الاول؟ ممكن ان انا افعل الاوبشن ده اللي هو كومبيتيشن مود. طيب تعالوا كده مع بعض نحدد بقى التايمر بتاع الإجابة، close submission after ايه؟ طيب السؤال هيتم غلقه بعد كام دقيقة؟ بعد دقيقة واحدة؟ انا عايز اقفله بعد دقيقة واحدة. الاوبشنز التانية دي اللي هي خاصة بتشغيل السؤال، بيقول لي هنا بمجرد ما بفتح الشريحة السؤال بيبدأ، لا انا مش عايزة الكلام ده، انا عايزة اضغط على الزر بحيث ان السؤال ايه؟ يبدأ مع ضغطة الزر بتاعتي. minimize result window، ان انا بعمل يعني تصغير لنافذة الإجابات أو النتيجة، لا أنا مش عايز الكلام ده، أنا أقدر أعملها تصغير وتكبير، عايز أتحكم في كل شيء إيه من البداية، تمام كده. طيب بعد كده ببدأ أن أنا أعمل سلايد شو، تمام، أنا عايز أبدأ بقى الطلبة عندي تجاوب على السؤال. طيب مجرد الضغط زي ما قلت لحضراتكم، حضراتكم معايا هنا، معانا ما شاء الله 79 مشترك، فأنا هضغط هنا على multiple choice ومعانا دقيقة واحدة للإجابة على هذا السؤال. تمام، فاضل 13 دقيقة، 14 ثانية، 16، ها مين الأسرع؟ وشايفين كده المؤقت اللي ورانا ده، شايفينه أهو، ممكن أخفي هذه النافذة بحيث إن السؤال يظهر للطلاب يبدأوا يجاوبوا عنه. معايا هنا 22 شخص أجاب على السؤال، ياريت كلنا نتفاعل، قلنا التفاعل له نتيجة في النهاية. تمام، أشكركم. تمام، هينتظر هنا المعلم لحين ما ينتهي السؤال وبيضغط عليه. طبعا عندي هنا كم شخص بقى جاب، 18 واحد اختار A و22 اختار B، فطبعا هو المفروض ان انا اختار هنا الاجابتين، فلو انا ضغطت هنا على close submission كده انا هغلق الاجابه، تمام، وهقول له هنا show correct answers، انا هنا كده بوضح للطالب ايه هي كانت الاجابه الصحيحه، فانا عندي 18 من حضراتكم اختار A و22 اختار B، وطبعا C اعتقد ان هي مش الاجابه الصحيحه لان هو بيظهر لي هنا ان دي الاجابه الصحيحه A و B. طب هشوف مين اللي اجاب بقى، انا عايزه دلوقتي بقى اعمل مسابقه ومنافسه بين الطلاب، فانا هاظهر هنا الليدر بورد، فبالضغط على الليدر بورد هيقول لي بقى استاذ ضياء طبعا ما شاء الله هو الاول، اشكرك. دكتور نصر الدين مبروك، بصراحه مفاجاه ان وجودك معانا والله ما شاء الله، اهلا بحضرتك. استاذه هاديه ما شاء الله، استاذ محمد عبد القادر واستاذ عبد العزيز، هم دول ست طلاب، الست حاضرين اللي اجابوا اجابه صحيحه، اشكركم. وطبعا ممكن اعمل هنا insert as a slide، فانا بضغط هنا على insert as a slide
وهقول هنا ان الطلبة المميزين النهاردة اللي خد رقم واحد خد رقم اتنين هم الطلاب الموجودين معي، فده نوع برضو من التشجيع وبيكون محفز للطلاب معي في الصف. طيب ننتقل مرة اخرى لسؤال تاني. المرة دي احنا هنعمل multiple choice بس هنختار اختيار واحد. انا دلوقتي عايزة الطالب يختار اجابة واحدة فقط. طيب بنفس الطريقة هروح على أداة الكلاس بوينت واختار multiple choice، هينزل لي هذا الزر تمام، وفي الحالة دي برضو بختار عدد عدد التشويسز، بقول له هنا allow multiple choice. لا أنا عايزة دلوقتي الطالب، أنا دلوقتي غرضي من السؤال إن تكون إجابة واحدة بس صحيحة. طيب إيه هي الإجابة الصحيحة؟ طبعا اللي هي الإجابة الثالثة. طيب عايزة السؤال ينتهي بعد قد إيه؟ كل هذه إعدادات تبدأ إن أنت تعملها وفقا ل يعني راحتك أو إيه يعني ما يتراءى ليك، تمام؟ وبعد كده ببدأ الحصة بتاعتي أو ببدأ عرض السؤال وهضغط على multiple choice وأطلب من حضراتكم الإجابة. هذه المرة هيكون في إجابة واحدة فقط، طبعا هي الإجابة الثالثة، تمام؟ تمام أشكركم، ما شاء الله تفاعل رائع. يلا المزيد المزيد، عايزين المزيد. تمام تمام معي 40. تمام طيب أنا هضغط هنا، طبعا اذكركم طبعا بالادوات، لو انا ضغطت هنا على علامه العين بيخفي لي الريسبونسز، لو انا ضغطت عليها بيظهر لي هنا ريسبونسز وده طبعا خاصه بالمعلم. لو انا ضغطت على كلوز سبمشن اند هيت ارسال الاجابات، خلاص الاجابات يعني خلاص ما يقدرش الطالب ان هو يبعت اي اجابات بعد كده، اقدر ان انا اظهر الاجابه، فبيقول لي هنا ان الاجابه الثالثه هي الصحيحه، ان السمكه بتقدر تتنفس عن طريق الخياشيم، واضغط هنا على سيف فور ريفيو وابدا ان انا ايه لو انا حابب ان انا راجع الاسئله مره اخرى. فلو عندي هنا زر السؤال لو اتحول للون الاخضر فهو هنا اصبح محمل بالاجابات. طيب خلينا ننتقل لسؤال تاني وهو سؤال الوورد كلاود. طيب سؤال الوورد كلاود ده اقدر استخدمه امتى؟ الطالب هنا في السؤال ده بيطلب منه ان هو يكتب كلمه واحده، كلمه واحده فقط. معنا 81 مشترك، اهلا وسهلا، في ناس بتزيد، اهلا وسهلا بحضراتكم. فانا ممكن استخدم الوورد كلاود ده في بدايه الحصه لو انا عايز اعمل عصف ذهني، اطلب من الطالب ان هو يجيب عن سؤال بكلمه او بكلمتين، فبيظهر له في هذه الحاله مساحه صغيره للكتابه، مساحه صغيره للكتابه. طيب انا بسال حضراتكم هنا ما هي اهداف التنميه المستدامه، ما هي مثلا ما هو الشكل الهندسي متساوي الاضلاع، ما هي الكلمة التي تساوي مثلا ancient باللغة الإنجليزية، أي سؤال باختلاف المادة لحضرتك بتدرسها. طب تعالوا مع بعض نبدأ، فهضغط هنا على word cloud ويبدأ عندي هنا جمع الاستجابات من الطلاب. تمام أنا منتظرة إجاباتكم. في الحالة دي أنا عايز أظهر السؤال مرة أخرى، السؤال بيقول لي هنا ما هي أهداف التنمية المستدامة، شايفين الصور كده هنا دي، لو حضراتكم طبعا يعني أعتقد أنتوا تعرفوا ما هي أهداف التنمية المستدامة. تمام تمام أشكركم. هذه هي السحابة، سحابة الكلمات، دي سحابة الكلمات، بتبدأ تظهر الإجابات عند المعلم بهذا الشكل. تمام وفي حاجة كمان جميلة جدا، لو أنا ضغطت مثلا على إجابة بيظهر اسم الشخص اللي هو أجاب عن هذه الإجابة، مثلا التنمية، مين كاتب كلمة التنمية أو مين كاتب الصحة الجيدة؟ أستاذ ضياء، ما شاء الله إجابة صحيحة. طيب التطور والصحة، الأستاذ عبد العزيز، ما شاء الله. القضاء على الفقر، من كتب هذه الإجابة؟ الأستاذة أو الأستاذ مينا. تمام برافو. أنا ببدأ أشجع الطلاب طول ما الإجابات بتظهر عندي في السحابة، أبدأ إن أنا إيه أعمل تشجيع للطلاب. تمام تمام جندر إيكواليتي، المساواة، ما شاء الله. الأستاذ نور الدين، أستاذ أنس البلغيتي، والأستاذة هادية، ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله. طبعا الـ الكلمة اللي بتظهر باللون أو اللي بتظهر بحجم كبير معناها كده إن هي دي إيه، إن هي دي الإجابة اللي تم ذكرها أكتر من مرة.
معي 37 إجابة ما شاء الله. تمام تمام. وطبعا ممكن ان انا افتح الموسيقى بحيث تدي نوع من الامتاع للمتعلمين اثناء الاجابة على السؤال. تمام، انا هضغط هنا على close submission. تمام، وهضغط هنا بقى ايه على highlight top answers. يعني ايه highlight top answers؟ يعني انا عايز اظهر الاجابة اللي تم كتابتها اكتر من مرة، يعني top answers اكتر الاجابات. فانا هضغط هنا على highlight top answers، هيقول لي ان دي الاجابات اللي ايه اللي تم يعني تكرارها اكتر من مره. القضاء على الفقر، المساواه، عندي القضاء على الفقر 6 اشخاص اجابوا وكتبوا نفس الكلمه، المساواه، الاستمراريه، التعليم الجيد. تمام، اشكركم. واضغط هنا برضو طبعا على سيف فور ريفيو، وممكن ان انا يعني انزل الشريحه دي برضو او الكلام ده، الاجابات دي كشريحه عندي في العرض بتاعي. تمام، اشكركم. تمام، ممتاز، رائع. طيب هنا في الوورد كلاود هنا اقدر ان انا بيقول لي هنا ايه في الاعدادات بتاعه السؤال، بيقول لي limit number of submission. يعني ايه limit number of submission؟ يعني انا بحدد عدد الاجابات، يعني ممكن الشخص الواحد يجيب مره واحده فقط. فلو انا ضغطت عليها limit number of submission يبقى انا بسمح لكل طالب ان هو يجيب مره واحده. طب لو انا عملت لها uncheck معناها كده ان انا بسمح لك انك تجيب مره واثنين وثلاثه، تكتب كلمه واثنين وثلاثه. تمام كده. وطبعا ده الخاص بالسبميشن، وقت ارسال الاجابات دقيقه واحده، ودي طبعا البلاي اوبشنز او تشغيل السؤال تقدر ان انت تعدلها او تغيرها زي ما انت عايز. طيب يبقى انا كده اتكلمنا عن سؤال المالتيبل تشويس، اقدر ان انا اخليه اختيار من متعدد او اختيار اجابه واحده. اتكلمنا عن الوورد كلاود. طب تعالوا نشوف الشورت انسر بقى. طب انا هنا بكتب اجابه وهنا بكتب اجابه، يا ترى ايه الفرق بينهم؟ طب تعالوا نشوف كده السؤال اللي موجود معانا، ما هي أهمية التعلم البرمجة ودمجها في التعليم؟ طيب short answer، أنا دلوقتي عايز الطالب يكتب لي إجابة قصيرة، مش كلمة واحدة، لا هي إجابة قصيرة طويلة، يعني هتكتب لي جملة كاملة مش كلمة زي السؤال السابق اللي هو الوورد كلاود. طيب هل هنا أنا عايز أخفي أسماء المشاركين؟ لو أنا عملت لها تشيك يبقى أنا عايز أخفي أسماء المشاركين، في حالة لو أنا مش عايز أظهر أسماء الطلاب اللي كتبوا الإجابة. طب لو أنا عايز يعني اظهرها، لو انا عايز اخفيها طبعا بعملها تشيك، لو انا عايز اظهرها اسيبها تظهر فما بعملهاش تشيك يعني. تمام كده. وبحدد هنا مده الاجابه، فليكن مثلا هترك لكم مثلا هنا 5 دقائق على اساس ان السؤال بيحتاج كتابه كتير. وهروح على الكلاس بوينت، هروح على سلايد شو وابدا في عرض السؤال بتاعي بنفس الطريقه بدور المعلم. هيضغط على الزر عشان يبدا استقبال الإجابات. تفضلوا، أنا عندي هذا السؤال أهو اللي هي ما هي أهمية تعلم البرمجة ودمجها في التعليم. تمام، ومعي طبعا هنا المؤقت التايمر بتاعي، بيكون الطالب عينه على التايمر عشان يشوف كم متبقي من الوقت عشان يجيب على السؤال. تمام، أشكركم. تمام، ما شاء الله، الله أكبر، إجابات رائعة وجميلة. طب تعالوا كده نشوف بقى ونراجع الإجابات. أستاذ ضياء دايما متميز بتفاعله. تمام، ما شاء الله. أستاذ ضياء بيقول إن البرمجة هي تعلم كيفية التفكير، وبتقوم على تعليم مهارات حل المشكلات الأساسية مثل تقسيم الأشياء. أشكرك أستاذ ضياء على الإجابة، ممتاز، رائع. الأستاذ محمد عبد القادر، من ضمن المهارات القدرة على حل المشكلات والإبداع. أشكرك أستاذ محمد. أستاذة فاطمة، التفاعل المستمر. أوكي تمام. هنا بقى الطالب المعلم بيبدأ إن هو بقى يدور على أفضل الإجابات ويعطيها لايك. تمام، انا عايزه اشوف كده افضل الاجابات، افضل التفاعل. تمام، احنا عايزين نذكر حضراتكم ما هو السؤال. السؤال بيقول ما هي اهميه تعلم البرمجه، لماذا يعني بندرج عمليه البرمجه في التعليم. تمام، الابداع والابتكار، استاذ عبد العزيز. تنميه المهارات والتفكير المنطقي، استاذه هاديه. اشكرك استاذه هاديه. تمام، أشكركم، أشكرك أستاذة وفاء، أستاذة وهيبة طبعاً، أهمية التواصل مع كل
إحداثيات العصر التكنولوجي. أشكرك أستاذة وهيبة منورة. Critical Thinking التفكير الناقد، أشكرك أستاذة سهى. تمام، إجاباتكم ما شاء الله رائعة جميلة. طيب أنا دلوقتي عجبتني إجابة الأستاذ ضياء مثلا، فأنا هعملها هنا داونلود وأبدأ أن أنا أعلق على الإجابة دي. أنا دلوقتي خدت إجابات الطلاب، عايزة أبدأ أن أنا أعلق على الإجابات دي، ما زال التايمر موجود. طب في الحالة دي خلاص أنا لم أتلقى، مش عايز أتلقى أي استجابات، وإن كان في بعض الناس ما زالت بتكتب. تمام، معايا 43 استجابة من 82، لا عايزين تفاعل أكتر من كده. إن شاء الله إجاباتكم جميلة. أستاذة منى سعداوي، لغة يستعملها المبرمج للتواصل مع الحاسوب وتعلم حل المشكلات والابتكار بلغة الترميز، ما شاء الله إجابة جميلة. تمام، أستاذة أميرة فتحي منورة أستاذة أميرة. تمام، أستاذ مينا، أستاذة غادة. تمام، نعم. هنالك من يسأل عن تفعيل الموسيقى، يمكن أن تشيري في نفس الوقت كيف يمكن أن نفعل الموسيقى خلال هذا؟ لو أنا عايزة أفعل الموسيقى بضغط على أداة الموسيقى، هنا الموسيقى اشتغلت، بتبقى موسيقى مصاحبة أثناء حل السؤال. عايزة شكرا. يعني أوقفها بضغط عليها. تمام، هنا طبعا بأخفي الإجابات وبأظهرها، بيظهر عندي هنا التايمر، بيظهر هنا عندي عدد المشاركين اللي عملوا سبميشن أو إرسال للإجابات. تمام، طيب الحين أنا هقفل السبميشن. طب أنا مش عايزة أقفل السبميشن، أنا عايزة أختار أفضل الإجابات الموجودة عندي وأبدأ أن أنا يعني إيه أعطيها تعزيز، وليكن مثلا أنا هختار إجابة الأستاذ ضياء، فأنا هعمل لها داونلود. شايفين إيه اللي حصل؟ أهو ظهرت عندي هنا. طيب أنا هعمل لها تعزيز إزاي؟ أنا بقول هنا أن الأستاذ ضياء أجاب عندي عن السؤال، فأنا عايزة أشكره. طب أنا عايزة أصحح أي حاجة خاطئة في مثلا في السؤال، بقول له مثلا لا الكلمة دي مش صحيحة، الكلمة دي محتاجة أن أنا مثلا أكتبها بطريقة معينة، لا مش هي دي يعني حل المسألة، لا تقدر تحلها بالشكل ده. فكل ده بيظهر للطالب أثناء الدرس، بيظهر لكل الطلاب الموجودين، فأنا هنا بعمل تغذية راجعة للإجابات اللي أنا إيه تلقيتها أثناء العرض. طيب عندي طبعا بأذكركم بالأدوات، بالليزر بوينت أو بالليزر بن لو أنا عايز أشير لشيء معين، لو أنا معايا هنا قلم وعايز أعمل هايلايت لشيء معين، عايز أمسح، كل دي أدوات أقدر أن أنا إيه أستخدمها أثناء الصف أو إدارة الصف بتاعي. وهنا أقدر أن أنا أشير للإجابات مرة أخرى، أنا عايز أعمل لايك لإجابة الأستاذة أو الأستاذ صالح أو صلاح، يا رب أكون منطق الاسم صح. طبعا ما شاء الله إجاباتكم كلها صحيحة. تمام، فأنا دلوقتي هضغط على Close Submission وهأظهر الإجابات المميزة، فهتظهر عندي بالشكل ده، فبقول إن دي أفضل الإجابات اللي أنا تلقيتها. وممكن كمان أضغط على Save for Review، بحيث إن أنا لو أنا عايز أرجع للإجابات مرة أخرى. طب أنا بضغط على Save for Review ليه؟ لأن أنا ممكن في نهاية الدرس أقدر إن أنا أبعت كل الإجابات لكل الطلاب، فيقدر الطالب يراجع الدرس من أوله لآخره، وهنشوف الكلام ده برضو مع بعض. طيب خلينا نرجع للعرض بتاعي، وهنختار مع بعض. احنا كده اتكلمنا عن المالتيبل تشويس، الوورد كلاود، الشورت انسر، وهنشوف السلايد درو. ان كان احنا يعني استخدمنا السلايد درو في بداية التدريب، ولكن انا حابه برضو ان انا اجربه معاكم. فانا هختار هنا، انا عامله هنا سؤال اختياري لماده اللغه الانجليزيه، وحاطه صور لطيفه كده مصاحبه لكل سؤال، وهطلب من الطلبه ان هم يجيبوا على هذه الاسئله. فبقول له choose the correct answer from A, C, A, B, C or D، وطبعا المفروض ان هو هيختار ويحط خط تحت الاجابه الصحيحه. طيب بدوري كمعلم او كمدير للجلسه، كمدير للصف، بضغط على سلايد درو عشان يبدا كل المشاركين بالإجابة. هذا هو السؤال، أقدر أن أنا أفعل الموسيقى بالشكل ده، وهترك لحضراتكم وأشوفكم بقى معلوماتكم إيه في اللغة الإنجليزية، وأشوف هنا برضو أبدأ أن أنا أعمل مراقبة وأشوف مين الطلاب اللي أجابوا عن السؤال. زي ما حضراتكم شايفين أن الموسيقى بتتغير مع سؤال، مع كل سؤال الموسيقى بتتغير، فما فيش هنا رتابة يعني الطالب ما بيسمعش نفس الموسيقى.
أستاذة لا نسمع الموسيقى، يمكن عندنا مشاركة لهذه الصوت. مشاركة نعم. الصوت تمام مش مشكل طيب. يعني مش مشكل تمام تمام. طيب أنا هعملها عشان برضو الناس كلها تسمع. أعمل بس ريشير. يعطيك الصحة، شكرا. العفو. مرة أخرى هاي كده، أعتقد الموسيقى تشتغل تمام. نعم وصل وصل شكرا. تمام تمام. أنا مدياكو هنا دقيقة واحدة، فيعني إجابة سريعة، وطو منكم إجابة سريعة. تمام واحد بس اللي أجاب، اثنين لا كده أنتوا محتاجين درس باللغة الإنجليزية. تمام خايفين خايفين مع أستاذ الإنجليزية. لا لا أجيبه لا أجيبه، ما شاء الله الإجابات بتظهر أهي معايا، تمانية ما شاء الله. يلا مين كمان؟ كانت بتسأل ان انا اقدر ان انا اشغل موسيقى او اقفلها من الايقونة دي، واقدر اخفي الاجابات او اظهرها من الايقونة دي، اقدر ان انا اوقف السبميشن او ارسال الاجابات، وده التايمر بتاعي وده عدد المشاركين اللي اجابوا عندي في السؤال. بنفس الطريقة برضو مازال الناس بتجاوب ما شاء الله، اشكركم على التفاعل. هلاقي طبعا عندي الاجابات الصحيحة ام الخاطئة، بيبدأ المعلم هنا يراجع الاجابات ويحط لايك وهكذا بنفس الطريقة. طيب لو انا مثلا هختار هذه الإجابة الأستاذة رنا قادوس، وعايز أقول إن إجابة الأستاذة رنا من الإجابات الجميلة، هضغط هنا الأول على close submission. تمام، وما ننساش بقى إن أنا أدي تعزيز للطلاب اللي أنا حبيت إجاباتهم أو قلت لهم إن دي إجاباتكم المتميزة. تمام تمام، أنا هنا عايز أظهر كل الإجابات اوكي، وطبعا بضغط على سيف فور ريفيو عشان احتفظ بكل الاجابات اللي جات عندي. تمام انا هضغط هنا على سيف فور ريفيو، وهضغط كمان هنا على شو لايكد انسرز، واقول له مثلا انا عايز اخد اجابه الاستاذه رنا قادوس داونلود، هتظهر لي عندي هنا. وعايز اقول الاستاذه رنا ماي براذر از بلانتنج، مظبوط. لوك ات از رينينج اوتسايد، برافو استاذه رنا. Mom is in the kitchen, she is cooking. برافو أستاذة رنا. أنا عايز أقول لها أحسنتي، هاخد القلم الأحمر وأقول لها أحسنتي، برافو عليكي، you are number one. أشكرك أستاذة رنا. وهكذا أقدر أستخدم الأقلام بهذه الطريقة. طيب تمام، أشكركم على التفاعل. طيب الحين دلوقتي أنا عايز بقى نشوف بقى إيه هي نوعية الأسئلة التانية. كده إحنا غطينا الجزئية بتاعت الانتراكتف كويز اللي هي مجموعة الأسئلة، وهنتكلم في الأبلود إيمج في النهاية، في نهاية عشان أنا هطلب منكم المخطط في النهاية. عايزين نشوف بقى إزاي أنا أقدر أعمل بول سريع، يعني عايز أعمل إيه، استطلاع للرأي للطلبة كده في بداية الحصة. أنا حاطة سؤال هنا اللي هو بيقول لي Do you think organic farming is good؟ هل تعتقد، وليكن مثلا أنا بدرس درس عن الزراعة الأورجانيك أو الزراعة الصحية، فبطرح على الطلبة سؤال في البداية كده كعصف ذهني أشوف هم إلى أي مدى عندهم خلفية بالدرس. فأنا بقول لهم هل تعتقد إن الأورجانيك فارمينج is good؟ طيب تعالوا بقى إيه نعمل بول أو نستطلع رأيكم. فأنا دلوقتي تعالوا يلا بينا نشوف. طب أنا هجيب البول السريع ده منين أو الكويك بول ده منين؟ من هنا. دلوقتي أنا غطيت كل الأدوات دي اللي هي أدوات الكتابة، السبورة. أنا عندي دلوقتي الكويك بول، عايز أعمل كويك بول. لو أنا ضغطت على الكويك بول بيقول لي إن أنا أقدر أعمل استطلاع، فأطلب من الطالب إن هو يقول لي إن الإجابة صحيحة أم خاطئة، أيوة أو لا أنا مش متأكد. فأنا هنا بستطلع رأيك، فبقول لك هنا Do you think organic food is good؟
ممكن حد فينا يقول آه، ممكن حد فينا يقول لا، ممكن حد يقول أنا مش متأكد إن هل هي كويسة أو لا. فأنا هضغط على هذا النوع من البول أو الاستطلاع، وهضغط بهذا الشكل، وهطلب من حضراتكم الإجابة. Do you think that organic food is good أو organic farming is good؟ تعالوا نشوف كده. تمام، عندي 27 قالوا نعم أنا شايف إن هي حاجة كويسة، محدش قال نو، واحد بس قال أنشور. تمام، طيب تمام، أنا عملت كده استطلاع رأي. طيب هل أنا أطلب في الحالة دي، هطلب منهم إن دي إجابة صحيحة أو دي إجابة خاطئة؟ لأ، أنا بستطلع رأي فقط. بعد كده ببدأ إن أنا إيه بقى أستعرض الدرس وأوضح لهم المعلومات عشان أأكد لهم بقى إذا كانت فعلا عملية الزراعة الأورجانيك دي أو الزراعة الصحية دي يعني ليها فوائد أو ليها عيوب. فببدأ إن أنا هنا أشرح الدرس، وأبدأ طبعا أستخدم الأقلام، فأنا هترجم كده باللغة العربية. بيقول لي هنا إن مقارنة بالزراعة التقليدية الأورجانيك فارمينج أو الزراعة الصحية اللي هي اللي ما بستخدمش فيها أي كيميكالز، بتستخدم عدد أو كمية قليلة من البيستيسايدز اللي هي المبيدات الحشرية، بتقلل السويل إيروجن، بتزود او بتديكريز هنا يعني بتقلل من الليتشينج اندر جراوند اندر ووتر، والسيرفيس ووتر اللي هي بتقلل من المياه اللي ممكن تكون موجوده على سطح التربه. طيب اند ريسايكلز انيمال ويست اللي انا ممكن هنا استخدم فيها يعني النفايات الحيوانات عشان استخدمها في الزراعه. وذيس بنفيتس ان الفوائد دي طبعا مقارنه او عايز اقول ان هي ايه counter balanced by يعني بتتوازن مع الـ higher food costs. طبعا الاورجانيك فود بتحتاج costs او تكاليف ايه عاليه بالنسبه للمستهلكين، وبتدي محاصيل بكميه قليله. طيب انا كده شرحت الدرس وقلت لهم كده ان الاورجانيك فارمنج دي ليها فوائد ولكن برضو ليها ايه ليها عيوب. طيب من ضمن عيوبها برضو ان هي ما بتدينيش يعني حصاد كبير، فبالتالي ان ناس كتير في العالم مثلا بتحتاج كميات كبيره من الاكل، والاورجانيك فود دي مش ايه مش هتساعدهم على ذلك. طيب تعالوا بقى مع بعض بعد ما شرحت الدرس ابدا اعمل بقى استطلاع راي هنا، الكلام ده صح ولا الكلام ده خطا بناء على الدرس بتاعي؟ طيب دلوقتي رايك ايه، الاورجانيك فارمنج از جود فور اول كيسز؟ هل الزراعه الاورجانيك دي مناسبه لكل الحالات، ليها فوائد على طول المدى ولا ليها عيوب؟ طب انا عايزه اعمل دلوقتي بول سريع بقى، بول سريع اقول اشوفه بقى اذا كان هو فهم الدرس ولا لا. فبضغط على كويك بول، وفي الحاله دي هقول له اختار لي اجابه صحيحه او اجابه خاطئه. طيب من وجهه نظرك الزراعه الطبيعيه او الاورجانيك جيده في كل الاحيان، جيده في كل الاحوال؟ يلا نبدا نختار سواء ترو او فولس بناء على الدرس اللي احنا شرحناه او عرضناه. تمام، في هنا ناس قالت لي لا فولس. تمام، في هنا 25 قالوا لي ترو. تمام كده انا كده بستطلع بقى اذا كان الطالب فعلا فهم الدرس او لا. احنا قلنا ان يعني ان الزراعه الطبيعيه مش تمام، فعندي هنا الإجابة الصحيحة اللي هي false مش true. حضراتكم سمعيني؟ نعم نعم. تمام. انقطع قليلا ورجع في نفس يعني نفس الوقت. معلش. تمام، ببدأ بعد كده بقى أدي للطالب تغذية رجع وأقول له لا، إن الإجابة الصحيحة مش true، هي false، لأن مش بالضرورة تكون الزراعة الطبيعية جيدة في كل الأحيان، لأن إحنا قلنا إن الزراعة الطبيعية بتحتاج يعني مجهود أكبر، بتنتج محصول أقل وهكذا، ولكن طبعا ليها مميزات، ولكن هي مش كويس أو يعني مش الحاجات اللي احنا بنستخدمها طول الوقت وهكذا، وبتبدأ عملية النقاش بيني وبين الطلاب. طيب تمام، دلوقتي بقى
يعني بطلب من حضراتكم كده برضو بذكركم ان احنا ما زلنا بنرسم مخطط لكل شيء احنا فهمناه عن المحاضرة، كل شيء احنا استفدناه. فخلينا نروح لشريط الادوات مرة اخرى ونكمل اللي موجود عندي في الكلاس بوينت تاب او شريط الادوات الخاص بي في الجزئية دي اللي هو السلايد شو اوبشن. يعني انا ممكن هنا اخفي التول بار، التول بار اللي هو ايه؟ اللي هو بيظهر عندي تحت الاسفل ده، اللي هو بيظهر فيه الاقلام وبيظهر فيه السبورة والبول وهكذا. الديسبلاي كلاس كود ان انا اظهر الكود اللي بيظهر على اقصى اليمين ده او اخفيه. انيبل اودينس سلايد فيور يعني اللي هي تمام. سمعني الصوت انقطع، اعيدي الصوت انقطع في سلايد بورد. أستاذة غادة، أستاذة غادة ألو؟ نعم رجعت على الصوت. تمام 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 أوكي تمام تمام. طيب خلينا نشوف بقى السؤال الأخير اللي هو upload image، اللي أنا هطلب من حضراتكم بقى أن أنتوا تحطوا لي المخطط بنهاية الدرس كل ما فهمتوا عن المحاضرة. فهطلب من حضراتكم الآن، أنا هروح على أداة الكلاس بوينت وهحط السؤال اللي هو image upload تحميل صورة، وهضغط هنا على slide show، وهضغط هنا from current، وهطلب من حضراتكم. طبعا انا قلت في البداية ان انا يعني مطلوب من حضراتكم ان انتوا طول ما انتوا شغالين كده ترسموا مخطط. فانا دلوقتي انا هديكم بس هنا عدد دقايق اكبر بحيث ان انا اديكم فرصة للاجابة على السؤال. تمام، هطلب من حضراتكم الان. احنا كده بنستخدم اخر نوعية من الاسئلة التفاعلية اللي هي image upload، وهضغط عليها وهطلب من حضراتكم الآن يعني تبدأوا ترسموا كده مخطط على ورقة وتبدأوا ترفعوا لي الصورة اللي انتوا رسمتوها أو اللي انتوا كتبتوها. تفضل. ارسم مخطط لما فهمتوا عن محاضرة اليوم. ما زالت الناس بترسم. تمام، منتظرة إجاباتكم. أنا أريد بقى مخطط فعلا إيه اللي أنتوا استفدتوه من المحاضرة بكل يعني المعلومات اللي إحنا قلناها واللي إحنا عرضناها. تمام، أشكرك أستاذ أنس. أريد مخطط مكتوب مرسوم لو سمحتوا. تمام، هل الموسيقى مسموعة أستاذة وهيبة؟ الموسيقى مسموعة؟ مسموعة أختي، مسموعة ب تمام مسموعة. صارت أستاذة هادية ما شاء الله منتهى الذكاء، يعني خدت الصورة إيمج ورفعتها ما شاء الله. أستاذة هادية أشكرك، بس ما زلنا برضو عايزين في إطار السؤال، إطار السؤال ارسم مخطط لما فهمته عن المحاضرة. تمام، معكم تفضلوا.
عايزين افضل مخطط. افضل مخطط هو اللي هياخد الكود، كود التفعيل. نركز شوية، نركز. تمام ماشي، اريد مخطط بايديكم، انا عايزة كده مخطط بايديكم. اشكرك استاذ ضياء. ماشي تمام. تمام استاذ نصر، شكرا استاذ نصر. استاذ نصر عامل لنا مخطط، هو مش واضح بس ماشي اشكرك. تمام عايزين مخطط بايديكم بقى ترسموه انتوا بايديكم. صار لسه اجابات ما شاء الله. تمام برافو استاذ الادوان، اشكرك استاذه الأدوان. أستاذة منى سعداوي، أشكرك أستاذة منى. ماشي يا أستاذة أميرة. تمام ما شاء الله. ها تمام، مين الجميل ده ما شاء الله، الله أكبر. عندنا سوزان، أستاذة سوزان أحمد ما شاء الله، عاملة لنا مخطط رائع بإيديها. كده الطالب حل الإجابة بقى، حل السؤال. تمام أستاذ حسن، تمام أشكرك. تمام ما زلنا معانا 50 ثانية، تقدروا ترفعوا إجاباتكم. أشكرك أستاذة أمل، حضرتك ممتازة، أشكرك شكرا على التفاعل. تمام تمام أشكركم. إحنا يعني ما شاء الله معنا مخططات رائعة. طبعا أستاذة منى، أشكرك أستاذة منى، مخطط رائع. أستاذ الأدوان، يا ريت أكون بنطق الاسم صح. وعندي أستاذة سوزان. فأنا دلوقتي هنزل بقى الإجابات اللي أنا شايفها إن هي إيه متميزة. أشكركم على التفاعل. هختار إجابة الأستاذة سوزان، نشوف كده إجابة الأستاذة سوزان. وطبعا بذكركم تاني show like the answers only، يعني أنا عايزة هنا أوضح الإجابات اللي المدرس إداها لايك بس. تمام فأنا هشوف كده إجابة الأستاذة سوزان، نشوف كده الأستاذة سوزان كتبت لنا إيه. class point image upload. تمام الأدوات، الأقلام، الصبورة، البول، multiple choice. تمام أشكرك أشكرك. تمام ما شاء الله، تمام ممتازة أستاذة سوزان. طيب تعالوا نشوف كده. أوكي تعالوا نشوف كده الإجابات مرة أخرى. أوكي طيب ايه الخطأ اللي انا عملته هنا بقى؟ انا عايزة حضراتكم كده تقولوا لي انا كده يعني ايه الخطأ اللي انا عملته هنا. يا ريت كده نكتب في الشات دلوقتي انا عملت خطأ، مش عارفة ارجع للأسئلة، مش عارفة ارجع لإجابات الطلاب. ليه يا ترى انا عملت ايه؟ ايه الخطوة مش مظبوطة اللي انا عملتها هنا؟ يا ريت كده نتلقى إجابات من الشات. أستاذة وهيبة تقول لي انا عايز ارجع لإجابات الطلاب بس مش موجودة. ايه هي الخطوة؟ ما حفظت الإجابات. طب مين اللي اجاب لنا على الاجابه؟ احمد او الاستاذ رنين. تمام اشكرك اشكرك. تمام يبقى انا هنا كده ما عملتش هنا سيف فور ريفيو، فبالتالي ما قدرتش ان انا ايه ارجع لاجابات الطلاب. ما زال في ناس بتجيب، اشكركم. تمام فانا هضغط هنا على كلوز سبمشن وما انساش اعمل هنا سيف فور ريفيو عشان اقدر ارجع لكل الاجابات الجميله الرائعه اللي حضراتكم عطتوها لي. شكرا استاذة سوزان، شكرا استاذ حسن، شكرا استاذة منى على الاجابات الرائعة، اشكركم شكر جزيل. وطبعا الزر هنا اصبح لونه اخضر لان هو اصبح هنا محمل بالاجابات. يبقى شيء واحد فقط نحب ان احنا نقوله في النهاية. احنا دلوقتي
تمام. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الادوات وعرفنا ازاي ان انا اعمل كويك بول. طيب انا عايز اعمل بقى بيك نيم. انا معايا هنا مجموعه من الطلاب داخل الفصل وعايزه اطرح سؤال كده سريع وعايزه اختار ايه طالب. شايفه ان الطلاب كده بدا حماسهم يعني يذبل شويه، فانا عايز ايه اصحصحهم كده واخليهم هم ايه اتنتيف والرت ومنتبهين معايا. فانا بعمل حاجه اسمها ايه بيك انيم. فبتظهر عندي هنا عندي كل اسماء الطلاب. أستاذة غادة، أستاذة غادة، يمكن النت، ننتظر قليلا أستاذة غادة حتى تعود. الرجاء من الذي وضع الأكواد سامح، ما مش عارفة اللقب، أن يسحب الأكواد. أظن أنها ليست أكواد الحصة. راح ترجع الأستاذة، ننتظر قليلا فقط. أستاذة غادة، معلش النت بيفصل عندي. مش مشكل. تمام. الرجاء أستاذة غادة أن تنوهي لمن وضع الأكواد أن يسحبها لأنها ليست أكواد الحصة. تمام، حضرتك تقصدي أكواد التدريب؟ نعم، هنالك من وضع أكواد. لا أنا ما بعتش أكواد تدريب. ده كود الحصة الخاصة بالكلاس بوينت. لا، هنالك من وضع أكواد. ده كود الحصة الخاصة بالكلاس بوينت. نعم، الرجاء سحبها. محدش يكتب الكود. تمام، محدش يكتب بس يا جماعة الكود ده مش كود التدريب، ده كود الحصة اللي احنا فيها. تمام، يبقى معنا أداة أخيرة اللي هي أداة البيك نيم. فلو أنا ضغطت هنا على الشخص اللي هو رفع إيده ده بيظهر لي هنا أسماء الطلاب الموجودين معايا في الحصة وأسماء المتدربين، ولكن إيه مغطيين كده بكرود. فأنا دلوقتي مثلا عايز اختار اسم كده بحيث ان الطالب يفضل منتبه. ما فيش تشارك للشاشه. ما فيش تشارك؟ معلش. نعم، تمام، ليس بعد، الآن وصل. تمام. شكرا. تمام. طيب خلينا نشوف آخر أداة موجودة معانا اللي هي البيك نيم. أنا دلوقتي عايز الطلبة تبقى منتبهة معايا وعايز أختار أي طالب للإجابة على أي سؤال في وسط الدرس. فأنا عندي هنا كل الطلاب الموجودين معايا في الحصة أو كل المتدربين الموجود معايا في الجلسة، فأنا عايز أختار شخص وأقول له جاوب على السؤال ده بحيث إن أنا أخلي الطالب منتبه. حسيت مثلا ان يعني حماسهم قل فدلوقتي عايز انشطهم وعايز ايه احفزهم، فبضغط هنا على الاسم. طيب استاذه رنا جاوبي لي على هذا السؤال. فانا كده هنا عملت بيك نيم. طيب اختار سؤال تاني. دكتوره سناء، استاذ محمد عبد القادر، يلا جاوب على هذا السؤال. فاداه البيك نيم دي بتخلي الطالب هنا يكون ايه يعني على طول دائما منتبه ومنتظر ان المدرس يعني هيساله اي سؤال في اي وقت، فبيفضل هنا متفاعل ومنتبه أثناء الحصة. طيب لو أنا ضغطت هنا على أداة الليدر بورد، فاكرين الليدر بورد اللي احنا عملناها في المالتيبل تشويس، بيظهر لي هنا أسماء الناس اللي أجابوا أو اللي كانوا الأسرع في الإجابة. فأنا ممكن أعرضها هنا في نهاية الدرس وأقول للطلبة شكرا، أنتوا أحسنتم، أنتم أفضل مجموعة. فدي برضو أداة جميلة جدا ممكن أنا أستخدمها في نهاية الدرس. طيب خلينا نبص هنا على آخر حاجة في الكلاس نوت بوك. دلوقتي انا انهيت الدرس ككل
وعايز أبعت بقى الدرس بكل محتوياته بكل تعليقاتي بكل الإجابات الجميلة اللي بعتها لي الطلاب، عايز أعمل ملخص كامل للدرس وأبعته بقى إيه للطالب. فأنا بضغط هنا على شيت بي دي إف فبيعمل لي هنا كود كامل لعرض الباوربوينت ككل، وأبدأ إن أنا يعني إيه أبعته للطلبة بحيث إن الطالب يشوف كل الإجابات، إجابات زملائه، إجابته، يشوف تعليقات المعلم، يشوف المادة العلمية مرة أخرى، يستزيد بالمعلومة وهكذا. فدي طبعا برضو أداة جميلة جدا أقدر إن أنا أستخدمها لو أنا عايز بقى إيه أبعت الدرس بشكل كامل في نهاية الحصة. ممتاز، طلع الكود. ده الكود يقدر الطالب هنا يعمله سكان، اقدر ان انا هنا ابعت ادي لينك البي دي اف اقدر ان انا ابعته للطلبه ويشوفوا الدرس كله متكامل بكل التفاعل اللي تم فيه. طب الليدر بورد اقدر ان انا اظهر هنا الليدر بورد، اقدر ان انا امسح كل الريسبونسز. طب امسح الريسبونسز امتى؟ لو انا هستخدم مثلا نفس الدرس مع فصل اخر وعايز اشوف تفاعل الطلاب الاخرين، انا عايزه دلوقتي امسح استجابات الناس اللي كانوا موجودين معايا في المحاضره، انا هشرح نفس الدرس او نفس المحاضره مع مجموعه اخرى من المتعلمين او المتدربين، فاقدر ان انا امسح كل الريسبونسز وابدا الدرس من اول وجديد. طبعا هنا في اخر جزئيه في شريط الكلاس بوينت، عندي جيت ستارتد ازاي ابدا، بيديني تيوتوريالز، بيديني هيلب، بيديني فيدباك، يعني انت ممكن تكتب يعني زي سجستشنز كده او مقترحات او اباوت عن البرنامج بشكل كامل. طيب الحين دلوقتي عايزين دلوقتي بقى ايه نبدا مع بعض، واستاذ احمد اترك له الكلمه لو كان موجود معانا. بالنسبه للفورم اللي احنا هنملاه واللي من خلاله هقدر ان انا احصل على معلم معتمد من كلاس بوينت، فهو ده الفورم بتاعي، انا عايزه بس اجيبه من الاول، لحظات معايا. لحظات معايا هبعت لحضراتكم رابط التسجيل اللي من خلاله هتطلع لك شهادة بان انت معلم معتمد من كلاس بوينت. واستاذ احمد لو حضرتك حابب تضيف شيء في النهاية، لو حضرتك ما زلت موجود معانا اهلا وسهلا بيك. استاذ غادة ضعيه في الشات او حطيه في الميسنجر وساشاركه. استاذ غادة هو على ما أظن بعثته للأخت لينا، سوف أشاركه مع المجموعة. تمام يعني حضرتك هتبعتيه؟ ابعثيه لي وسوف أشاركه. أنا أبعته هبعته في الشات دلوقتي، لحظة بس أجيبه. قفل. طيب لو في اي اسئله او استفسارات لحين ما يتم فتح الرابط انا هفتح لحضراتكم المايك لو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار. نعم افتحي وبرفع اليد استاذه غاده حتى تكون الاجابات معنا عن الاسئله متتاليه وبدون يعني شوشره. الاستاذه عفاف لحظه سارى السلام مين لكي السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. مرحبتين معك الأستاذ عفاف أبو سكران من غزة، يعطيكم ألف عافية على اللقاء الأكثر من مميز، وشكرا كثير أستاذة غادة يعني كفيتي ووفيتي ما شاء الله عنك. أنا الليلة واجهتني بس شوية صعوبة في تنزيل الكلاس بوينت على اللابتوب، مش عارفة يعني تظهر لي رسالة عندي التثبيت انه الداونلود بتهيألي بده تحديث او اشي. كمان في مشاركة الواجبات يعني كان شوية عندي ضعيف الانترنت بالاخر، لما جيت ارسل المخطط ما نفع ارسله على الصفحة تاعت الكلاس، فارسلت لك اياه على التشات يعني ما مش عارفة شوية، وان شاء الله المحاضرة بتكون مسجلة حتنزل لنا بتهيألي ان شاء الله.
بإذن الله، وشكرا جزيلا لك. يعني بس حبيت ان انا احكي ان انا كنت بالفعل يعني حابة ان انا اشارك باكثر من شيء، بس الانترنت الليلة عندي صعب والكهرباء كمان، ومش عارفة يعني انا بأرسلت الواجب على الشات. طيب تمام، شكرا جزيلا لك. هو ممكن يكون الله يبارك فيك، يعني المشكلة في التحميل، لو انت بتحملي على جهاز فلازم يكون عندك نظام التشغيل 7 او 8 او 10، غير كده مش هيقبل. احنا قلنا في البداية هو عندي نفس حاجة، بس بيظهر لي عندي داونلود ودليل التحميل ومش عارفة ايش بده شوية، بس تيجي الكهرباء ان شاء الله بحاول انزله تمام. ثاني. انا حاولت اشارك وصفحة الكلاس يعني فتحتها الان عن الموبايل، حاولت ارسل اللي هو الواجبات بس ما قدرت ارسل الا غير على الشات. شكرا جزيلا لك، يعني عن جد كفيتي ووفيتي ما شاء الله عنك. شكرا. يعني شكرا أشكرك للقائمين على هذا اللقاء، وللاستاذة لينا وللجميع، والاستاذة هادية للجميع يعني، وجميع القائمين عليهم بدون استثناء. شكرا جزيلا شكراً لكم. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا استاذة غادة، اذا بتسمحين لي شوي. تفضل استاذة. يا هلا، رايح اشارك معكم الشاشة على اساس بس حبيت اوضح بعض النقاط بالنسبة لإعدادة كلاس بوينت، وهي بالنسبة لبعض المشاكل اللي ممكن يواجهونها بعض الاخوان في تثبيت الاداء على اجهزتهم. اذا في وقت رايح استعرض معكم، إذا الوقت في وقت أستاذة وهيبة وأستاذة غادة؟ في وقت. نعم نعم طبعا. طبعا عندنا هنا الآن بالنسبة لأداة كلاس بوينت، عندنا في بالنسبة لتثبيت الأداة عندنا حاجة مهمة جدا، وهي ايش اللي بيدعمها، ايش الشيء المتوافق مع الاداء، ايش الشيء الغير متوافق معها، وايش المتطلبات الموجوده او المطلوبه فيها لتثبيتها على الاجهزه. طبعا بنشوف هنا طبعا غير متوافق ابدا مع اجهزه الماك والمتصفحات واللينكس، هذه كلها كامله. ايضا ما يسمح بالمعالجات اللي من نوع الارمز اللي هو سيرفس برو اكس. طبعا بيستخدم او بيتثبت الاداه معه فقط نسخه سطح المكتب للباوربوينت، يعني لما انا يكون عندي بس نسخه ويب ما راح يعمل معي، ما تعمل معي اداه كلاس بوينت لانها اداه اضافيه، فهي تعمل مع نسخه سطح المكتب. طبعا نسخه سطح المكتب المعتمده حق تشغيل الاداه من 2013 الى 2019 الى اللي هو النسخه الاخيره من الاوفيس 365، فهذه تكون الأداة متوافقة معها. طبعا يحتاج إلى حزمتين من الحزم، في التحديث القديم ما كانت موجودة، الآن خلاص بتنزل مباشرة في التحديث الجديد. طبعا هنا بتعمل مع الويندوز 7 و8 و10، أيضا تحتاج إلى باوربوينت أو مايكروسوفت باوربوينت من 2013 إلى أوفيس 365. هذه ذي النقاط مهمة جدا في الـ، وايضا تحتاج الى وجود الانترنت، بدون وجود الانترنت ما راح تعمل الاداه، فالتصفح او التعامل معها عن بعد يعتمد على وجود متصفح مرتبط بالانترنت. فشفت بعض الاستفسارات او الاخوان في الدردشه بيتكلمون انه بيعمل البرنامج بدون انترنت، لا، ضروري وجود الانترنت في البرنامج. صوتي واضح لكم اخوان؟ واضح. نعم نعم تمام. واضح استاذ احمد. تمام، فهذه من النقاط المهمة جدا في بالنسبة لتثبيت الأداة على المتصفحات. طبعا بالنسبة للتسجيل، رابط التسجيل الموجود عندنا هنا، خلنا بس افتح المتصفح. أول ما تفيدنا افتح التسجيل، في طبعا عندنا نقطتين مهمتين، خلنا الآن بس أعمل لها. والحين المشاركة مش ظاهرة عند حضرتك صدق. اي ما مشكلة، رايح اشارك الشاشة من جديد. معلش استفسار بردك، يعني هل حضرتك جربت انه انت تعمل عليه من غير الانترنت؟ استاذي استاذ طارق صح؟ طارق مع حضرتك. طبعا أصلي. ما يحتاج تجرب، انا الاداة ما تعمل الا بوجود الانترنت. اصل انا الاوبن بورد يعني انا سطبتها على الجهاز واشتغلت بدون انترنت، فيعني طالما حاجه الاداه تختلف عن
اوبن بورد بتختلف عن استر احمد. بالنسبه للاستماره لا يوجد البلدان الكل، يعني تونس غير موجوده. ما هي مشكله، انا الان اختاروا المملكه العربيه السعوديه واختاروا اسم الاستاذ احمد. اول حاجه لما هنا بنختار اسم المدرب في البدايه بنختار المملكه العربيه السعوديه، بعدين نضغط التالي، بعدها بنختار الاسم اللي هو المدرب على اساس تطلع لكم شهادات، بعدها بنسجل الاسماء. طبعا لما تجوا بالكنتري هنا في بعض البلدان غير موجوده، صراحه انا شيكت على بعضها مش موجود، فتواصلت مع الشركه، لكن فرق التوقيت بيننا وبينهم قرابه، في سنغافوره قرابه 5 ساعات من السعوديه، فاتصور ان الدنيا عندهم الان ليله وفجر، فبالتالي اقرب اسم ما مشكله، اقرب دوله تكون قريبه من عندكم سجلوا فيها، بحيث ان على الاقل يتم ارسال لكم شهاده الانجاز. هم بيسالوا يعني ليه الشهادات ما تطبعش باسم مصر، لان هو طبعا انا لست مدرب معتمد، ولكن الاستاذ احمد اداني ميزه النهارده ان انا ادرب معاكم على البرنامج، فحضراتكم لو انا بس يعني استاذنك استاذ احمد اعمل شير للشاشه. ايه اتفضل سريعا. اتفضل. فهنا انت بتختار اسم البلد. احنا معنا الاستاذ احمد، احنا بنختار الاستاذ احمد المملكه العربيه السعوديه على اساس ان هو مدرب معتمد، فحضرتك هتختار هنا السعوديه، فمش هتفرق بالنسبه لك بقى اسم المدرب سواء استاذ احمد او استاذه غاده، فمش هتفرق. فانا هختار هنا سعودي اريبيا وادور على اسم الاستاذ احمد، فاهم نقطه بالنسبه لنا اسم يعني الشهاده بتطلع باسمنا، فنختار اسم الاستاذ احمد، احمد عبد الله الحرز اهو، وبضغط على نيكست، وبعد كده ببدأ ان انا املى بياناتي، اسمي، الايميل، الاورجانيزيشن نيم اللي هي اسم المدرسة، المدرسة ليها اوفيشال ويب سايت، موقع رسمي، وبختار الكونتري مصر، اختار البلد السيتي، واختار المادة اللي انا بدرسها، وهنا عندي روابط دي جميلة جدا تقدروا برضو ان انتوا تدخلوا عليها، ده رابط الكلاس بوينت على اليوتيوب في كل التيوتوريالز، ده رابط مجموعة الكلاس بوينت ماليزيا على الفيسبوك تقدروا تنضموا، بتشوفوا طبعا افكار، وبتشوفوا طبعا لو في ناس يعني عامله تدريبات او عامله حاجات تانية تقدروا تستفيدوا، فيتنام، اندونيسيا، ومجتمع الفلبينز الخاص بالكلاس بوينت على تويتر حساب الشركه، تمام، هنا هنا وهنا، وعندك هنا بعض الاسئله بيقول لك how likely you are to recommend، يعني لاي مدى انت تنصح باستخدام الكلاس بوينت لزميل، فبتختار وبتكتب هنا يعني زي اقتراح كده يمكن اضافته لاداه الكلاس بوينت عشان يعني اسيها او ازود يعني الفوائد الموجوده فيها، وبعد كده بضغط سبميت. ده ببساطه وبسهوله جدا تقدر ان انت عشان تحصل على الشهاده يعني، تمام تمام. تمام حضراتكم سامعيني؟ واصل أستاذة واصل. نعم يعطيك العافية. في أي أسئلة أستاذة وهيبة عند حضرتك تحب نجاوب عنها؟ وقت الحاضر لا، على البلدان، ووضح الأستاذ أحمد مشكور عن يعني كتابة البلدان. تمام. فيه الأستاذ محمد مش عارف البقية اسم، يمكن يتفضل ويتكلم. السلام محمد سالم. السلام عليكم. أولا شكرا أستاذة غالة وشكرا لحضراتكم، ومحاضرة فوق من رائعة، بس للأسف أنا لما جيت أسجل أنا اخترت مصر في الأول، فأداني الأستاذة سهير زكي والأستاذة أمنية إسماعيل، فأنا اخترت الأستاذة سهير زكي، هل ده يأثر على الشهادة ولا لازم أرجع؟ مشكلة عادي، مشكلة. لا عادي، أعتقد عادي. ولا لا ما رايح توصل الشهادة لك على أساس مش هتوصل الشهادة، يبقى أرجع أسجل تاني. نعم، لان احنا مبالغين الشركه بالوضع هذا على اساس يكون عندها خبر وترسل